السادة المشاهدين والمشاهدات، لكم أجمل التحيات من ملعب 4 أوت بواجادوجو مع هذا البث المباشر لمباراة المنتخبين التونسي والبوركيني في الدور ربع النهائي الثاني للدورة 21 لكأس إفريقيا للأمم 98 ببوركينا فاسو. هكذا مدارج ملعب 4 أوت بواجادوجو، حوالي 40,000 متفرج في هذه المقابلة الهامة بين المنتخبين التونسي والبوركيني. النشيد الوطني البوركيني في هذه الاجواء الحماسية الكبيرة بملعب 4 أوت بواجادوجو في هذا الدور ربع النهائي الثاني بعد ترشح المنتخب الكونغولي. تكون النتيجة إيجابية ويترشح المنتخب التونسي للدور نصف النهائي كمترشح ثاني. نعطيكم تشكيلة المنتخب التونسي في حراسة المرمى علي بومنيجل مع البشير السحباني، توفيق الهيشري، خالد بدرة، سامي الترابلسي، رياض البوعزيزي، سراج الدين الشيحي، قيس الغزبان، حسان الجابسي، المهدي بن سليمان وزيادة المساني. الاحتياطيون في تشكيلة المنتخب التونسي رضوان الصالحي، محمد مكشر، سوفيا اللفقي، فوزي الرويسي، رياض الجلاسي، زبير بيا،
وصبري جبل. امامكم قائمة اللاعبين الاحتياطيين والمدرب هوري كاسبرزاك الذي سيهندس لهذه المقابلة الهامة في الدور ربع النهائي الثاني بعد ان ترشح المنتخب الكونغولي في بوبوديو لاسو على الكاميرون بهدف مقابل لا شيء. وصورة تذكارية في ملعب اربع اوت للمنتخب التونسي. تشكيلة المنتخب البوركيني: ابراهيم مادياراء، سيدو تراوري، فيرمين سانو، كاسوم ودراغو المعروف باسم زيكو اللي كان يلعب في فريق الترجي الرياضي، ابلاسي نانا، ابراهيم تراوري، روميو كامبو، بوريما زونغو، كنونكا اليدي، ابراهيم سالي، وعمر بارو. الاحتياطيون في تشكيلة المنتخب البوركيني: عبد الله تراوري، عثمان كوليبالي، اسماعيل كودي، ماغون ديابتي، عثمان سانو، ألسان ودراغو، وعبد الله سلمانا. هذه المقابلة باش يقود الحكم الموريسي المعروف ليم كي شونغ. أمامكم في الصورة كنتم تشاهدونه، ومساعد أول من جزيرة الموريس كذلك ريغو بوتس بيرمانو، والمساعد الثاني هو محمد عثمان من السودان. والحكم الرابع في هذه المقابلة الحكم الدولي المغربي سعيد بالقولة. إذا لحظات فقط وينطلق اللقاء الهام بين المنتخبين التونسي والبوركيني. لأول مرة يتقابل المنتخب التونسي مع نظيره البوركيني في مقابلة رسمية، إذ سبق لتونس وبوركينا فاسو أن تقابلتا في مقابلتين وديتين، واحدة كان فيها التعادل هدفين مقابل هدفين، وأخرى كان الانتصار فيها لتونس في ملعب شادي زويتن بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. نذكركم أن المنتخب التونسي ترشح من المجموعة الثانية في المرتبة الأولى بعد انتصارين وهزيمة. المنتخب التونسي كان انهزم في المقابلة الأولى أمام غانا بهدفين مقابل لا شيء، ثم فاز في المقابلة الثانية على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل واحد، وفاز في المقابلة الثالثة والأخيرة أمام توغو بثلاثة أهداف مقابل واحد. بينما المنتخب البوركيني ترشح من المجموعة الأولى في المرتبة الثانية بعد هزيمة أمام الكاميرون بهدف مقابل لا شيء، ثم انتصار على الجزائر بهدفين مقابل واحد، وعلى غينيا بهدف مقابل لا شيء. أجواء كبيرة، أجواء حارة في ملعب أربع أوت كحرارة الطقس بين 36 و 40 درجة. والحكم الموريسي ليم كي شونغ يستعد لإعطاء ضربة البداية لهذه المباراة وضربة البداية للمنتخب التونسي المهدي بن سليمان إلى حسان الجابسي. طبعا لا يشارك في هذه المقابلة فريد شوشان اللي كان تعرض إلى إصابة خلال المقابلة الثالثة أمام توغو في الدقيقة 33، وهذه محاولة أولى في هذه المقابلة وأول كرة يلمسها الحارس إبراهيم ديارا. كذلك طارق ثابت كان تعرض الى اصابة في المقابلة الاولى واليوم خارج القائمة تماما. نعطيكم اللاعبين اللي خارج القائمة تماما، لابد وانكم تفطنتم اليهم: سفيان خبير الحارس الثالث، فريد شوشان المصاب في الدقيقة 33 من لقاء تونس والتوغو، طارق ثابت كذلك اللي كان تعرض الى اصابة في نفس المباراة في الدقيقة 16، وماهر الزيري. ترجع الكرة برمية التماس لفايت المنتخب التونسي سامي ترابلسي. المنتخب البوركيني تعود بأن يلعب بطريقة 3-4-3، والمنتخب التونسي من مقابلة إلى أخرى المدرب هوري كاسبرزاك يقوم ببعض التحويرات على مستوى الدفاع وأحيانا وسط الميدان والهجوم كذلك، لكن نفس التشكيلة تقريبا حافظت على تركيبتها في كل هذه المقابلات. ترجع الكرة للمنتخب التونسي وتمشي الكرة إلى الحارس إبراهيم ديارا يحمل شارة القيادة في المنتخب البوركيني.
واشارت القياده في المنتخب التونسي يحملها المدافع سامي ترابز. ترجع الكره لفايت المنتخب البوركيني سيدو تراوري والبشر السحباني في الدفاع. ترجع الكره من جديد وحسان القاسي وتدخل من دفاع المنتخب البوركيني من دنونكا اليدي حسان القابسي مع اليدي تمشي الكرة الى بارو وفي عرم التماسي في المنتخب البوركيني. امامكم عمر بارو زيكو او كاسوم ودراغو. ترجع الكرة الى بارو ورمي التماس للمنتخب التونسي اليدي بشير السحباني ظهير ايمن في هذه المقابلة مكان طارق ثابت وكان اشغل خط الظهير ايسر في مقابل تونس وتو. ضربة مخالفة يعطيها الحكم لين تي شونغ ضد حسن الجرسي وابراهيم ماديارا الى عمر بارو زونغو الى بارو ويتدخل قيس الغزران تمشي كرة في التماس لفريق المنتخب البوركيني. بشير السحباني في التغطية وضربة مخالفة في هذه المرة ضد بارو لفريق بشير السحباني والمنتخب التونسي. إعادة للقطة خالد بدرة وكما قلت دائما وابدا المنتخب البوركيني يلعب دفاع الخط ترجع الكره لفريق المنتخب البوركيني كامبو قيس الغزبان روميو كامبو معاكسه حسان الجيبسي ويتحصل على رميه تماس. 40,000 متفرج تقريبا في هذه المقابلة على غرار كل المقابلات اللي خاضها المنتخب البوركيني في الدور الأول أمام الجزائر والكاميرون وغينيا. بشير السحباني قيس الغزبان ورمية تماس ثانية في هذه المرة بعد تدخل بوري مازونغو. بشير السحباني حسان الجاسي والحارس ابراهيم ديارا. إعادة للقطة حسان القابسي والحارس ابراهيم ديارا. سيدو تراوري أخطر مهاجم في تشكيلة المنتخب البوركيني إلى كاسوم ودراغو أو زيكو. تخرج الكرة رمية تماس لفريق المنتخب البوركيني. خالد بدرة بنجاح بالعملية الانزلاقية وفرصة للمنتخب البوركيني وحسن الجبسي يرجع للدفاع والحكم لين كي شونغ يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. الوفد التونسي كان احتج على تعيين الحكم الاوغندي شارل ماسمي ومن جملة الحكام الذين اقترحهم الوفد التونسي الحكم الموريسي لين كي شونغ. علي بن نيجل الحارس الاساسي خلال المقابلات الاربعة اللي خاضها المنتخب التونسي لحد الان. حسان القابسي حكم يخلي اللعب. توفيق العيشري رياض البوعزيزي ترجع الكرة طويلة من سنو ويتدخل دفاع المنتخب التونسي رياض البوعزيزي الى قيس الغزلان. ترجع من زونغو رياض البعزيزي ما سماش تسلل من مهدي بن سليمان قبل ما تضيع في التماس وفي اخر لمسه ضاعت في التماس ضاعت في التماس. تردد المهدي بن سليمان وضاعت الكوره على خط التماس بالضبط. هاي اعاده للعمليه
والتسلل سلاح ذو حدين احيانا. والمنتخب البوركيني يلعب دفاع الخط كما قلت بثلاثة مدافعين ويخرج في كل مرة باش يحصل الفريق المنافس في فخ التسلل. 7 دقائق لعب تقريبا في هذا الشوط الاول والنتيجة التعادل بين المنتخبين التونسي والبوركيني في هذا الدور ربع النهائي الثاني للدورة 21 لكأس افريقيا للامم 92. هذه الكرة لفريق المنتخب البوركيني خطيرة وضايعة البرة خطيرة من روميو كامبو اللي كان سجل هدف الترشح الى الدور ربع النهائي على حساب المنتخب الغاني الغيني. وتسديدة قوية من هذا المهاجم وضيع الكرة ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. لابد من الحذر في الدفاع بل برو هو صاحب التسديدة الأخيرة عمر برو وليس روميو كامبو رقم 13. ترجع الكرة من زونغو وضيع في التماس لفريق المنتخب التونسي. هو أمامكم عمر برو وأول فرصة تستحق الذكر في هذه المباراة حسن الجبسي. ترجع الكرة إلى قيس الغزدان من زيادة المساني. سامي الترابسي يعمل تغطي على الكرة على الكرة ويتحصل على رمي التماس في التغطية كذلك على اليسار. ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني لصالح كيرمان سانو. هذا المساء هناك المقابلة الثالثة في الدور ربع النهائي لكن بالملعب البلدي بواغادوغو انطلاقا من الساعة 9 بتوقيت تونس بين الكوت ديفوار ومصر. وغدنا المقابلة الأخيرة. هذه فرصة حسن الجبسي قيس الغزبان إلى حسن الجبسي وتمشي كرة للبشير السحباني ومراقب الخط والمساعد الأول رفع الراية مشير الى تسلل لفريق المنتخب البوركيني. صحيح التسلل موجود. قلت يكتمل النصاب اذا غدا في الساعة 5 بالملعب البلدي بواغادوغو بين المغرب وافريقيا الجنوبية. ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. البشير السحباني في التنفيذ. ومرة أخرى نصب فخ التسلل من دفاع المنتخب البوركيني. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي لكن تتقص عن طريق سيدو تراوري. لابد للمدافع التونسيين ما يخلولوش المساحات باش يتوغل داخل مناطق المنتخب التونسي لانه امامكم درجات الحرارة حوالي 35 درجة حسب هذا المحرار او مقياس الحرارة. بشير السحباني كامبو يتدخل توفيق العشري وترجع الكامبو من جديد. برو عمر برو يوزع وعليه بومنيجل يحلق ويقفز امام كسوم ودراجو ياخذ الكرة بامتياز داخل مناطق الجزاء. هاي اعادة للقطة بكل نجاح. عمر برو وإعادة للقطة من جديد وتألق الحارس علي بومنيجل.
ضربة مخالفة حالية لفريق المنتخب البوركيني. كرة مازونغو إلى عمر بارو والحكم يأتي ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني أو رمي التماس. هوري كاسبرجاك وضربة مخالفة لا مجال للتمثيل مع الحكم ليمكي شونغ او التمويه كذلك. اعادة للقطة توفيق العيشري مع زيكو الذي يعرفه جيدا لانه كان عدد صفوف الترجي الرياضي. وترجع الكرة بضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. علي بومنيجل زيادة لمساني ترجع الكرة من ابراهيم تالي توفيق العيشري سراج الدين الشيحي حسان الكاسي وتمهيد ممتاز زيادة لمساني ارضية وياخذها الحارس ابراهيم ديارا. زيادة لمساني والتسديدة كانت خفيفة نوعا ما والحارس ابراهيم ديارا ياخذ الكرة على القائم الاول. ترجع السيدو تراوري امامه سامي الترابلسي وضربة ركنية لفريق المنتخب البوركيني. او امامكم سيدو تراوري يتداول عليه رياض البوعزيزي وسامي الترابلسي. شتف ضربة الركنية عن طريق ابراهيم تراوري ترجع من سامي الترابلسي ثم ابلاسين انا وتوفيق العشري في التماس. عمر بارو خالد بدرة من جديد في التماس بعد محاولة من أبلة سيننا اللي أمامكم في تنفيذ رمية التماس. تمشي الكرة إلى زونغو وضربة ركنية لفريق المنتخب البوركيني. تقريبا 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من لقاء المنتخبين التونسي والبوركيني والنتيجة التعادل بدون أهداف بين الفريقين. تتنفى ضربة الركنية وعلي بوميجل وضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. دائما وأبدا سامي الترابلسي وخالد بدرة وتوفيق العيشري قراب البعضهم مثلث بين هذا الثالوث في دفاع المنتخب التونسي لمحاصرة سيدو تراوري وكسوم ودراوغو وكذلك عمر بارو. رياض البوعزيزي تمشي كرة لابراهيم تراوري وديع رمية التماس لفريق المنتخب التونسي. ترجع الكرة برمية التماس لسامي الترابلسي حسن الجابسي زيادة لنساني مع ابراهيم ماتالي رياض البوعزيزي. بوري مازونغو تعاود ترجع له الكرة من زيكو تمشي الى دنونكا اليدي
ترجع الكرة من جديد إلى إبراهيم تراوري، إلى فيرمين سانو، إبراهيم تراوري يرجع الكرة التالي إلى إبراهيم تالي، زونغو يسدد من بعيد وضيع الكرة، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي، تسديدة من بعيد وبعيد الكرة، بعيد الكرة من زونغو، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي، وتوجيهات وتوصيات المدرب هوري كاسبرجاك إلى لاعبي المنتخب التونسي، هندس ونجح هوري كاسبرجاك خلال لقاءات الدور الأول. هذه فرصة من مهدي بن سليمان، ويا مهدي بن سليمان مرة أولى ومرة ثانية، وترجع الكرة تغطية من مهدي بن سليمان، وديع رمية تماس لفريق المنتخب التونسي. آه لولا ذلك التردد يا مهدي، وديع الكرة في التماس، ضيع الكرة في التماس لفريق المنتخب التونسي، تغطية من مهدي بن سليمان ومحاصرة، وبطبيعة الحال قام المهدي بن سليمان بمجهود كبير داخل مناطق الجزاء، وتمشي الكرة رمية التماس لفريق المنتخب التونسي البشير السحباني، وضيع الكرة من حسان الجابسي رمية التماس لفريق المنتخب البوركيني. حسان الجابسي اللي كان من أبرز اللاعبين في المنتخب التونسي خلال كل المباريات، والشكر يستحق كل اللاعبين في حقيقة الأمر. زيادة المثاني، هذه فرصة أخرى وعالية، ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني، فرصة أخرى لفريق المنتخب التونسي، تضيع على زيادة المثاني في الدقيقة 20 تقريبا من هذا الشوط الأول، وتبقى النتيجة التعادل بدون أهداف بين المنتخبين التونسي والبوركيني. على كل الهجومات أصبحت لفريق المنتخب التونسي أكثر، والمحاولات السانحة للتسجيل أيضا أكثر لفريق المنتخب التونسي، باستثناء محاولة من عمر زونغو، بل عمر برو اللي كانت لفريق المنتخب البوركيني. مهدي بن سليمان تتقص الكرة من زونغو، رياض البوعزيز يتدخل، والبشير السحباني في الاستقبال، وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي. عمر بارو مع البشير السحباني، وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي، طويلة تمشي في اتجاه فيرمين سانو، خليها تضيع رمية تماس لفريق المنتخب البوركيني. رياض البوعزيزي طارة في وسط الميدان وتورا على الجهة اليسرى باش يساعد سامي ترابلسي، بشير السحباني، ترجع الكرة في مناطق المنتخب البوركيني وبالتوازي مع خط التماس، ياخذها اليد يمدها الى زونغو، بارو كامبو، ترجع الكرة الى زونغو، واليد تالي في اتجاه عمر بارو، ورياض البوعزيزي يتدخل، تمشي كرة رمية التماس لفريق المنتخب البوركيني. علي بومنيجل والحكم يخلي اللعب، زيادة لمساني، وضيع الكرة رمية التماس لفريق المنتخب التونسي بعد تدخل أبلس سينانا، والمدرب الوطني علي السلمي
يعطي في توصيات الى خالد بدر على خط التماس. لا تشاهدون الصورة ولكن اردت ان انقل لكم ما يدور كذلك. وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي والصورة امامكم. حارس ابراهيم ديارا قائد الفريق اللي يعتبر من ابرز الحراس في هذه الدورة. بشير السحداري في تنفيذ ضربة المخالفة. والحارس ابراهيم ديارا. هاي اعادة للتنفيذ. المهدي بن سليمان يتوغل. المهدي بن سليمان ثم يحافظ على الكرة ويوزع لكن ياخذ الكرة زونجو. قيس الغزبان ما ثماش تسلل من حسان الجبسي. حسان الجبسي يوزع والمهدي بن سليمان وضيع الحارس بين الحارس ابراهيم ديارا وفيرمين سانو. ترجع الكرة الى فيرمين سانو في اتجاه زيكو. وضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني. تتنفذ من سانو. توفيق العشري مع زيكو. الحكم يخلي اللعب. قيس الغزبان حبي يمد كرة الى المهدي بن سليمان لكن تمشي الى تالي في اتجاه سيدو تراوري مع سامي ترابلسي. يرجع الكرة وسراج الدين الشاحي وضيع رمية التماس لفريق المنتخب التونسي. ثم تعاون بين اللاعبين وفيليبي تروسيي المدرب الفرنسي للمنتخب البوركيني بصدد اعطاء التوصيات كذلك للاعبي المنتخب البوركيني اللي يوصل لاول مرة في تاريخه الى الدور ربع النهائي. كان شارك في دورتين سابقتين والعب ست مقابلات هزم فيها الكل لكن في هذه الدورة لأول مرة في تاريخه وصل إلى الدور ربع النهائي. ترجع رمية التماس لفريق المنتخب البوركيني وفيرمين سانو. رياض البوعزيزي قيس الغزبان المهدي بن سليمان بشير السحباني. طويلة تمشي الى اليد وتضيع على المهدي بن سليمان. ترجع الى ابراهيم تراوري وسامي الترابلسي. ترجع الكرة من جديد الى نانا وتسلل. المساعد الثاني في هذه المقابلة محمد عثمان يرفع الراية الصفراء والحمراء وتسلل لتونس. اقول للاعبين بوركينا فاسو امامكم وكل تونس في انتظاركم. المهدي بن سليمان دايم. المهدي بن سليمان على متر بعيد على حسان الجابسي. ابراهيم ديارا والحكم يعطي لمسة يد المنتخب البوركيني. بسرعة كامبو روميو كامبو. سامي ترابلسي في كل مكان. وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي بعد تدخل أبلا سينانا مع حسن الجابسي. إن شاء الله تكون الإصابة خفيفة. أو قيس الغزبان. فعلا قيس الغزبان هو اللي تعرض إلى الإصابة. ووصلنا تقريبا الى 28 او 25 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الاول. والتعادل بين المنتخبين التونسي والبوركيني في هذا الدور ربع النهائي الثاني لكاس افريقيا للامم 98 في بوركينا فاسو. وهاري كاسبرجاك
استغل فرصة توقف اللعب باش يعطي التوصيات الى اللاعبين. وقيس الغزبان يغادر الميدان على الدراجة النارية ان شاء الله تكون لإصابة خفيفة، ويعود لتعزيز صفوف المنتخب الوطني في هذه المقابلة الهامة. خالد بدرة في تنفيذ ضربة المخالفة، وتسلل من سراج الدين الشيحي، ويعود قيس الغزبان لباس. وهكذا الاجواء في مدارج ملعب 4 أوت بواغادوغو، لكن جمهور مثالي وشعب طيب. ترجع الكره المنتخب البوركيني، بلونكا اليدي، سامي الترافلسي، رياض البوعزيزي، ترجع الكره الى نانا، ومحاوله عاليه من ابراهيم تراوري، عاليه ضربه مرمى لفريق المنتخب التونسي. اعاده للقطه، ابراهيم تراوري مع سراج الدين الشيحي في المضايقه، وضيع الكره ضربه مرمى لفريق المنتخب التونسي. سامي الترافلسي وديع الكرة، رمية الترافلسي في المنتخب البوركيني. منتخب التونسي يلعب في هذه المقابلة بطريقة 4-4-2، إعادة للقطة الأخيرة، وتدخل من فيرمين سانوم على المهدي بن سليمان. سامي الترافلسي الى المهدي بن سليمان، والحكم يشير الى رمية التماس وضربة مخالفة، رمية التماس لفريق المنتخب البوركيني، ورمية التماس الثانية لصالح المنتخب البوركيني. ابلا سيننا، وفي هذه المرة رمية التماس لصالح المنتخب التونسي. سامي الترافلسي، ترجع الكرة من سيدو تراوري، قيس الغزبان، حسان الجاسي، بشير السحباني، المهدي بن سليمان، سراج الدين الشاحي. ترجع الكرة من سانو، سيدو تراوري، وسامي الترافلسي دائما في التغطية. تمشي كرة ضربة ركنية لفريق المنتخب البوركيني. إعادة للمحاولة الأخيرة من سيدو تراوري وسامي الترافلسي، حطوا الكرة في الركنية، ضربة ركنية لفيت المنتخب البوركيني في 30 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما التعادل بين المنتخبين التونسي والبوركيني بدون أهداف. قيس الغزبان يرجع الكرة، تسديدة وتضيع الكرة، ضربة مرمى لفيت المنتخب التونسي، وضربة مرمى علي بومنيجل أو أمامكم إبراهيم تراوري، نفذ قيس الغزبان بالرأس يرجع، ثم تسديدة من نانا تمر بين الأقدام، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. زيادة لمساني، تالي، خالد بدرة، لكن يأخذ الكرة توفيق الهجري، سامي الترابلسي، قيس الغزبان، رياض البوعزيزي، لكن تتقص الكرة وترجع لفيت المنتخب البوركيني، ومن جديد زيادة لمساني، حسن الجابسي، وبعيد على المهدي بن سليمان، رمي التماس لصالح المنتخب البوركيني. هناك تبادل مراكز بين لاعبي المنتخب التونسي، المهدي بن سليمان احيانا على اليسار واحيانا اخرى على اليمين.
وانطلاقة من عمر برو، حسن الجابسي، قيس الغزبان، طويلة تمشي لتالي، ودي على متناسي فريق المنتخب التونسي من اليدي. بشير السحباني في تنفيذ رمية التماس. إلى حسن الجابسي، المهدي بن سليمان، إلى حسن الجابسي وضربة ركلية أو ضربة مرمى يقول الحكم. يقول ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني. إبراهيم ديارا في تنفيذ ضربة المرمى. توفيق الهجري مع زيكو كذل. المهدي بن سليمان يعود على اليسار. حب يمد كرة طويلة إلى حسان الجابسي بعيدة. تمشي للحارس إبراهيم ديارا. إذا كانت هناك آلاف مؤلفة من مساندي ومشجعي المنتخب البوركيني، 40,000 تقريبا، فهناك عشرات من التونسيين في مساندة المنتخب التونسي في هذه الدورة. سامي ترابلسي وضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. تدخل من زيكو. ايضا هناك محاصرة من سنو للمهدي بن سليمان. بشير السحباني، حسن الجابسي، تالي، وهناك اضطراب في صفوف دفاع المنتخب البوركيني. حسن الجابسي مع اليدي ورمية التماس لفريق المنتخب البوركيني. عمر بارو الى نانا خالد بدرة، ويتحصل على ضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. خالد بدر امامكم. دون هفوات في الدفاع. 35 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الاول، ودائما التعادل بين المنتخبين التونسي والبوركيني في هذا الدور ربع النهائي الثاني للدورة 21 لكأس افريقيا للامم 98 ببوركينا فاسو. المنتخب المترشح الاول هو المنتخب الكونغولي، اللي ترشح على منتخب كان مرشح بارز هو المنتخب الكاميروني بهدف مقابل لا شيء. يديه ترجع له كرة من كامبو. المهدي بن سليمان، حكم يخلي اللعب، ترجع الى سانو، زيكو وسانو من جديد امام المهدي بن سليمان، يمد الى سيدو تراوري. اذا لم يكن سامي ترابلسي امامك فخالد بدرة لابعاد الكرة. سيدو تراوري تمشي كرة الى سونغو، تبع في حسن الجابسي، توفيق الهشري، ولا مجال لزيكو باش يلمس الكرة امام توفيق الهشري. ضربة ركنية لفريق المنتخب البوركيني. زيكو بضربة مقصية، وتوفيق الهشري تصطدم الكرة في صدره وتمشي ضربة ركنية لفريق المنتخب البوركيني. ترجع الكرة إلى زونغو، أرضية وتوفيق الهشري ورياض البوعزيزي. تمشي الكرة إلى اليدي، تالي أو سانو،
طويلة باتجاه زيكو لكن معاه البشير السحباني، والحكم يأتي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي ضد عمر بارو. لابد من الإشارة إلى أن كل التونسيين هنا في واغادوغو اطمئنوا لتعيين الحكم الموريسي ليم كيشونغ بعد بعض الهفوات اللي صارت في بعض المقابلات، وخاصة في المجموعة الأولى اللي كان فيها المنتخب البوركيني. قيس الغزبان يوزع وتمر كرة المهدي بن سليمان، وضربة مرمى، ضربة مرمى توزيعة من قيس الغزبان، والمهدي بن سليمان بتسديدة بالرأس. هاي الإعادة أمامكم، قيس الغزبان يوزع ممتازة، والمهدي بن سليمان في الكرة في 38 دقيقة لعب من هذا الشوط الأول. قيس الغزبان والمهدي بن سليمان جانبية، ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني. طلي إلى السنو، في اتجاه زيكو وخالد بدرة، إلى علي بومنيجل، لا تنتظر وعفوا، وياخذ الكرة علي بومنيجل. حذاري حذاري من مثل هذه الهفوات، حذاري من مثل هذه الهفوات. حسن القاسي، قيس الغزبان، مهدي بن سليمان، وتدخل من تالي. ترجع الكرة من سراج الدين الشيحي، قيس الغزبان، المهدي بن سليمان، قيس الغزبان، وتوفيق الإجري بكل صلابة واندفاع. ما تمش تسلل في هذه المرة، والحارس إبراهيم تراوري أو إبراهيم ديارا. لا تغضب يا ديارا، بينكم الحكم ليم كيشونغ. هاي إعادة، خالد بدرة رجع الكرة إلى الحارس علي بومنيجل، تباطأ نسبيا وزيكو ضايقه، والحارس علي بومنيجل أخذ الكرة. وكادت هذه الهفوة تكلف المنتخب التونسي غاليا. ترجع الكرة من الحارس إبراهيم ديارا، بشير السحباني، لكن تتفكلوا الكرة من عمر بارو، والحكم يأتي ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني. باش تتنفذ عن طريق إبراهيم تراوري، ومحاصرة لثيقة من توفيق الهجري إلى زيكو أو كسوم ودراوغو. تتنفذ من تالي إلى الوراء، وتسديدة قوية من بوري مازونغو، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. هاي إعادة، تالي إلى الوراء، وبوري مازونغو تسديدة قوية بعيدة، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. وعلي بومنيجي تقريبا 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة دائما التعادل بين المنتخبين التونسي والبوركيني في هذا الدور ربع النهائي الثاني لكأس افريقيا للأمم 98 في بوركينا فاسو. ترجع الكرة إلى يدي رياض البوعزيز، البشير السحباني، حسن القدسي، وتتقص الكرة من زونغو، تمشي في التماس لفريق المنتخب التونسي. فيليب تروسييه المدرب الفرنسي للمنتخب البوركيني، اللي وصلوا لأول مرة في تاريخ الكرة البوركينية إلى الدور ربع نهائي. ترجع الكرة من كامبو، وحاليا ننا، وخالد بدرة، وابراهيم تراوري إلى سيدو تراوري، و
وزيكو بالراس وضربة مرمى، ضربة مرمى مرة سليمة، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. زيكو سيدو تراوري يوزع وكسو مودراوغو، لكن تمشي كرة ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي بعد تمهيد من إبراهيم تراوري، ولحظات ساخنة في أواخر هذا الشوط الأول على دفاع المنتخب التونسي. زيادة لمساني إلى حسن الجابسي، هناك لمسة يد من اليد وضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني، والورقة الصفراء الأولى ضد البشير السحباني، وهي الورقة الصفراء السابعة في صفوف المنتخب التونسي. كانت هناك ثلاثة أوراق في المقابلة الأولى وثلاثة كذلك في المقابلة الثانية، المقابلة الأولى كانت ضد غانا وثلاثة ضد في المقابلة الثانية ضد الكونغو، بينما المقابلة الثالثة أمام التوغو مرت بدون إنذارات في صفوف المنتخب التونسي. ضربة المخالفة باش تتنفذ عن طريق زونغو وعلي بوميجل. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي لكن ضايعة في التماس. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني. تمشي الكرة وتدخل من بشير السحباني، حسن الجابسي ويتحصل على رمية التماس. قلت اذا سبع انذارات، المقابلة الاولى كان ضد خالد بدرة وفريد شوشان وحسان الجابسي، ثم المقابلة الثانية كانت ضد توفيق الهيشري وقيس الغزبان وايضا رياض البوعزيزي، واليوم ضد البشير السحباني. والشوط الاول اوشك على النهاية، 44 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الاول، والنتيجة التعادل بين المنتخبين التونسي والبوركيني. بشير السحباني في اتجاه حسن الجابسي ويتحصل على رمية التماس بعد تدخل من زونغو. قيس الغزبان، ترجع الكرة من عمر بارو، توفيق الهيشري مع زيكو، لكن تمشي دائما الكرة الى عمر بارو ورياض البوعزيزي. مرة اولى ثم زيكو مرة ثانية، وخطير على دفاع المنتخب التونسي، وضربة جزاء لفريق المنتخب البوركيني. ضربة جزاء لفريق المنتخب البوركيني للتنفيذ. هل ينجح علي بومنيجل في التصدي لضربة الجزاء؟ يسدد ويسجل. وضعت الكرة وكان مالها الشباك، والهدف لفريق المنتخب البوركيني. إعادة لتنفيذ ضربة الجزاء
وقوية في شباك الحارس علي بومنيجل، وتتغير النتيجة، تطلع هدف مقابل لا شيء لصالح المنتخب البوركيني. ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. أمامكم التوقيت أواخر هذا الشوط الأول، والنتيجة لفريق المنتخب البوركيني بهدف مقابل لا شيء، الهدف سجله زيكو بضربة جزاء. ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. أمامكم فيليب تروسيه. المنتخب البوركيني اللي يعتمد على الاندفاع البدني والطموح متاعه، والهفوات بتلعب في حال ما تمش اهداف بدون هفوات، لكن العفوة الاخيرة مهدت للمنتخب البوركيني، بس يسجل الهدف الوحيد الى حد الان في هذه المقابلة، والحكم ليم كيشون يعلن عن انتهاء هذا الشوط الاول على تفوق المنتخب البوركيني بهدف مقابل لا شيء، الهدف سجله زيكو بضرب الجزاء في اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول، ونلتقي بإذن الله في الشوط الثاني من هذه المقابلة، وإن شاء الله يتدارك المنتخب التونسي بعض الهفوات في الفترة الثانية. إلى اللقاء في الشوط الثاني. نذكركم بتشكيلة المنتخب التونسي. إذن علي بونيجل البشير السحلاني واخذ مكانه زبير فيا، تشاهدوا فيه حاليا توفيق الهجري، خالد بدرة، سامي الترسي، رياض البوعزيزي، سراج الشيحي، قيس الغزمان، حسان الكابسي، المادي بن سيمان، وزيادة المثاني. تشكيلة المنتخب البوركيني: ابراهيم مادياراء، سيدو تراوري، فيرمين سانو، كاسوم وندراغو، ابلاسين نانا، ابراهيم تراوري، روميو كامبو، بوريما زونغو، غلونكا اليدي، ابراهيم تالي، وعمر برو. اذا ضربة البداية لهذا الشوط الثاني من لقاء تونس وبوركينا فاسو، والبحث متواصل اكيد من المنتخب التونسي لتعديل النتيجة ولما لا تحقيق الانتصار والترشح الى الدور نصف النهائي في هذه المباراة الثانية في برنامج الدور ربع النهائي. ترجع كرة برمية التماس، المنتخب البوركيني اصبح يلعب على اليسار، على يسار السادة المشاهدين والمشاهدات، ورمية التماس باش ينفذها لنا. ترجع الكرة من توفيق الهشري، وضربة مخالفة ورمية التماس زبير فيا. ان شاء الله زبير فيا يعطي نسق اقوى لوسط الميدان ويغذي الخط الامامي للمنتخب التونسي ببعض الكرة الثمينة. ترجع الكرة من ابلة سينانا، توفيق الهشري مع زيكو، خالد بدرة، وتمشي الكرة في التماس لفريق المنتخب البوركين. ترجع الكرة برمي التماس من ابلة سينانا. الى حد الان 74 هدف خلال هذه الدورة 21 لنهائيات كاس افريقيا للامم 98 في بوركينا فاسو. 72 هدف خلال الدور الاول، الهدف 73 كان في لقاء الكونغو امام الكامرون والترشح بهدف مقابل لا شيء، والهدف 74 في هذا اللقاء من نصيب زيكو بضربة جزاء لفريق المنتخب البوركين. علي بونيجي في اتجاه زيادة المثاني مع تالي، ترجع الكرة الى كامبو، كامبو تمشي كرة لليمين الى سانو، سانو خالد بدر، الى كامبو ثم ننا، قيس الغزبان الذي تحول الى ظهير ايمن بعد خروج البشير السحباني، حسن الجابسي الى زبير بيا، زبير بيا ممتاز للمهدي بن سليمان لكن بعيدة شوية بثلاثة امتار تقريبا، في الكرة على المنتخب التونسي، ممتازة من حسان الجابسي، قيس الغزبان الى حسان الجابسي، زبير بيا، والمهدي بن سليمان كانت بعيدة. ترجع الكرة حاليا رياض البوعزيزي لاخدام مكانه على الجهة اليسرى للدفاع، زبير بيا، داهية زيادة التمثالي، وضيع الفرصة، ضيع الفرصة على المنتخب التونسي، ممتازة من زبير بيا زيادة التمثالي،
ويضيع هدف التعادل على المنتخب التونسي في بداية هذا الشوط الثاني. شوفوا زوبير بيا، زيادة المساني في موقع مناسب للتسجيل وتضيع الفرص. زوبير بيا بلقطة من زاوية أخرى، وزيادة المساني والتسديدة يأخذها الحارس إبراهيم ديارة. ضاعت هذه الكرة، إن شاء الله الكرات القادمة ما تضيعش. زيادة المساني كان في موقع مناسب للتسجيل، لو تقدم بضعة أمتار لحقق هدف التعادل بعد مضي 4 دقائق لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني. وضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني، ممتاز الحارس إبراهيم ديارة، ولو أن تسديدة زيادة المساني ما كانتش قوية. والمدرب تيلي بتروسي أيضا يخطط لما تبقى، والمدرب هوري كاسبرجا كذلك. ضربة المخالفة إذن لفريق المنتخب البوركيني، و تأكيدا لما ذكرت في بداية هذا الشوط الثاني من أن زبير بير أعطى حيوية لوسط الميدان، وكرتان ممتازتان للمهدي بن سليمان ضاعت في المناسبة الأولى، والكرة الثانية إلى زيادة المساني. مهدي بن سليمان وضيع الكرة في التماس لفريق المنتخب التونسي. لم تبقى الا تقريبا 41 دقيقة، منتخب التونسي مطالب باش يلعب الكل في الكل في هذه المباراة. حارس ابراهيم ديارة منتخب البوركيني اصبح يعتمد على مهاجم فقط، هو كاسو مودراوغو صاحب الهدف الوحيد لحد الان. منتخب البوركيني اصبح يلعب ب5-4-1، وهذه فرصة أخرى من وسط ميدان المنتخب التونسي أمام زيادة المساني، لكن يتدخل طالي تمشي في اتجاه إبراهيم تراوري مع سراج الدين الشاحي، مهدي بن سليمان، وديع الكرة لفريق المنتخب التونسي. حسان القاسي في هذا الشوط الثاني أصبح يعزز الخط الأمامي بعد دخول زبير بيا في وسط الميدان. زبير بيا، بيا زبير بيا، وهذه فرصة كيف الغزبان، وضربة ركنية، ضربة ركنية، والحكم يشير إلى ضربة ركنية. فرصة لفريق المنتخب التونسي، زبير بيا ممتازة إلى قيس الغزبان، وهناك تدخل من اليد، والحكم لم يعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة 7 لفريق المنتخب التونسي. وكأن ضربة جزاء تدخل من اليدين مع قيس الغضبان، وكانت كرة ممتازة، ضربة الركنية تتنفذ، خالد بدرة، سامي ترابيزي، وترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني عن طريق سيدو تراوري، سراج الدين الشاحي إلى علي بومنيجل. فرصة أخرى على المنتخب التونسي لتعديل النتيجة، تتقص الكرة من تالي وترجع خطيرة لفريق المنتخب البوركيني عن طريق إبراهيم تراوري، وتسديدة مرة أولى ومرة ثانية، وتمشي ضربة ركنية. بارو، ضربة ركنية، تسديدة من بارو، يبعد على توفيق العشري وسدد مرة أولى ثم مرة ثانية، والحكم يقول ضربة ركنية لفريق المنتخب البوركيني اللي أيضا قاعد يهاجم. ورياض جلاسي يستعد للدخول في تشكيلة المنتخب التونسي، وهو وراء شباك الحارس علي بومنيجل بسدد القيام بالحركات التسخينية. ضربة الركنية لفريق المنتخب البوركيني، وضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. 7 دقائق لعب، وذاعت ضربة فرصة على المنتخب التونسي إعادة. نانا في تنفيذ ضربة الركنية، والحكم يعطي ضربة مخالفة بعد تدخل من زيكو مع توفيق اليشري، والمضايقة كذلك مع سامي طرابلسي. وفرصة كانت للمنتخب التونسي منذ لحظات، وباش يتم تغيير في تشكيلة المنتخب البوركيني. ماكا اولي ديباتي ياخو مكان عمر برو، وهو التغيير الاول
بعد مضي تقريبا 10 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة دائما اللي فايت المنتخب البوركيني بهدف مقابل هشاي. نذكر بالهدف سجلوا كاسومو دراوغو في اواخر الشوط الاول بضربة جزاء. خالد بدر ترجع الكرة الى ابراهيم تراوري، الى سيدو تراوري، اخطر مهاجم في تشكيلة المنتخب البوركيني، وتحصل على ضربة ركنية. برز بصفة جلية في هذه الدورة 21 سيدو تراوري، ابراهيم تراوري ومهد. سيد تراوري يعرض على اليمين وتدخل من خالد بدر وضربة ركنية لصالح المنتخب البوركيني. ابراهيم تراوري، سراج الدين الشيحي ترجع الى التالي، تالي يحاول من بعيد، بعيدة ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. علي بومنيجل يرجع الكرة تمشي في اتجاه زيادة لمساني. خالد بدرة، مهدي بن سيمان، وتضيع الكرة على التالي، وأيضا يتعرض المهدي بن سيمان إلى إصابة. سراج الدين الشيحي، زبير بيا، ما هناك عرقلة من الخلف لكن الحكم يخلي اللعب في اتجاه زيادة لمساني، ورمية تماس لفريق المنتخب التونسي. ان شاء الله ظن ما يخيبش في الحكم الموريسي ليم كيشونغ بعد عرقلة قيس الغزبان داخل مناطق العمليات في بداية هذا الشوط الثاني. المهدي بن سيمان وإصابة، كانت هناك مخالفة لفريق المنتخب التونسي لكن الحكم خلى اللعب، وتعرض المهدي بن سيمان إلى إصابة. وحاليا رمية التماس لفريق المنتخب التونسي، هاي إعادة، يرفع المدافع طالي الساق بتاعه في وجه المهدي بن سليمان، والحكم خلى اللعب. وزيكو صاحب الهدف الوحيد الى حد الان في هذه المباراة. وحتى اعوان الحماية المدنية يريدون مناوشة المهدي بن سليمان وهو على نقالة الدراجة النارية. ترجع رمية التماس من سراج الدين الشيحي، ياخذها اللاعب ديابتي لخدام مكان عمر بارو. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي، سراج الدين الشيحي، ورمية التماس لفريق المنتخب التونسي. سراج الدين الشيحي، سيدو تراوري مع سامي ترابلسي، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني. هناك كرتان وسط الميدان. ترجع الكرة من سانو، خالد بدرة، سراج الدين الشيحي، ورمي التماس لفريق المنتخب البوركيني. مهدي بن سليمان ما زال يتلقى في الاسعافات. رياض البعزيزي، ترجع الى ديابتي، ليس هناك تسلل من زيكو، وهذه فرصة للمنتخب البوركيني وخطيرة، وضربة مرمى، ضربة مرمى حذاري من الهجمات الدفاعية مرة أخرى، لأن زيكو كان تليق على اليسار في 14 دقيقة لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني، والتسديد بتاعه مرة عالية، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. حسان الجرسي، وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي. يرجع المهدي بن سليمان،
مهدي بن سليمان بعد عودته الى الميدان وتسديده وضربه ركنيه. ضربه ركنيه لفريق المنتخب التونسي بعد التسديده هذه من مهدي بن سليمان حال عودته الى الميدان بعد اصابته. وزبير بن في تنفيذ ضربه الركنيه. حسان الجابسي والحكم يعطي ضربة مخالفة، حكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني. هاي إعادة لضربة الركنية، توفيق الهيشري ثم حسان الجابسي يلمس الكرة بالرأس لكن أمام تدخل سامي الترابلسي وتوفيق الهيشري الحكم أعلن عن ضربة مخالفة لصالح المنتخب البوركيني. يباتي ثم ننا من جديد الى يباتي وترجع الكره والحكم يعطي ضربه مخالفه لفريق المنتخب البوركيني والورقه الصفراء الثانيه في هذه المباراه وهي الثانيه ضد توفيق الهيشري. وتوفيق الهيشري لن يشارك في مقابله الدور نصف النهائي اذا ترشح المنتخب التونسي باذن الله بعد هذه المباراه. ضربة المخالفة لفريق المنتخب البوركيني ودياباتي هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة. منتخب البوركيني اللي يعتمد على الاندفاع والطموح وعلى بعض الفنيات الفردية كما ابراهيم تراوري وسيدو تراوري وكذلك زيكو وايضا روميو كامبو اللي كان سجل هدف الانتصار والترشح الى الدور ربع النهائي امام غينيا. ترجع الكره لفريق المنتخب التونسي سامي الترابلسي. قيس الغزبان زبير بيا اربعه ساعه لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة دائما لفريق المنتخب البوركيني بهدف مقابل لا شيء. هدف تسجل في اواخر الشوط الاول بضربة جزاء عن طريق زيكو زبير غير اللي خذا مكان البشير السحباني بعد فترة الاستراحة وهو التغيير الاول اللي قام به المدرب هوري كاسبرزاك الى حد الان في انتظار دخول رياض جلاسي وكذلك فوزي الرويسي لانه ايضا فوز الرويسي بسبب القيام بالحركة التسخينية. والمنتخب التونسي يلزم يلعب ورقة الهجوم المطلق فيما تبقى من عمر هذه المباراة. ابراهيم ديارا توفيق الهيشري تتقص من تالي رياض البوعزيزي سراج الدين الشاحي وديع الكرة رمي التماس لصالح المنتخب البوركيني. زيكو دياباتي تسديده من دياباتي بعيدة ضربة مرمى لصالح المنتخب التونسي. ورياض الجلاسي باش ياخذ مكانه في تشكيلة المنتخب التونسي مكان المهدي بن سليمان. إذا التغيير الثاني الجلاسي ياخذ مكان المهدي بن سليمان بعد مضي تقريبا 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. سراج الدين الشيحي طويلة الى تالي خلى الى حارس مرمى ابراهيم ديارا. رياض الجلاسي امامكم. ورقة الهجوم ولو انه خرج مهاجم ودخل مهاجم. رياض البوعزيزي وتمشي الكرة الى ابراهيم تراوري. ترجع الى نانا زيكو توفيق الهيشري رياض البوعزيزي الى حسن الجاسي وانطلاقه هجوم سريع لفريق المنتخب التونسي زبير بيا
طويلة زبير بي لرياض الجلاسي، إماد إلى زيادة المساني، وزبير بي إلى حسن الجابسي، وما وصلتش التسديدة، ما وصلتش التسديدة، فرصة أخرى لفريق المنتخب التونسي. توفيق العيشري، سامي ترابلسي، ومخالفة لفريق المنتخب التونسي. سرعة رياض الجلاسي، وتتقص الكرة ترجع لسيدو تراوري، وضربة المخالفة لفريق المنتخب البوركيني. هذا المهاجم سيدو تراوري دائما وابدا يحدث الخطر في مناطق المنتخب التونسي، كلما تحصل على الكرة احدث الخطر. وضربة المخالفة لفريق المنتخب البوركيني، وتغيير في تشكيلة المنتخب البوركيني. هناك عثمان سلو باش ياخذ مكان روميو كامبو. اذا تغيير ثاني قوم به المدرب فيليب تروسيي، عثمان سانو خذا مكان روميو كامبو. ابلا سينا نافي تنفيذ ضربة المخالفة ينفذها مع سيدو تراوري. رياض البوعزيزي، سراج الدين الشيحي، ترجع الكرة معاكسة لفريق المنتخب البوركيني. ابراهيم تراوري إلى ننا، أبلاسي ننا، وزبير بي ياخذ الكرة خارجة من مناطق المنتخب التونسي. رياض الجلاسي، تم انسجام في صفوف المنتخب البوركيني، ما تم الحكم مع مساعد متاع وأشار إلى تسلل. تسلل لفريق المنتخب البوركيني. في الحقيقة رياض الجلاسي لم يشارك في العملية، قد يكون المساعد يعني تفتن إلى بقية اللاعبين اللي من جهة ومن جهة المدارج مكشوفة، لكن رياض الجلاسي لم يشارك في العملية وخرج من الخلف. هذا وجهة النظر متاعي على الأقل من خلال الصورة والإعادة. والمدرب هوري كاسبرجاك يحتج على التحكيم صحبة المدرب المساعد علي السلمي. وتغيير في تشكيلة المنتخب التونسي، فوزي الرويسي ياخو مكان زيادة المساني، وهو التغيير الثالث. والرويسي اذا ياخو مكان زيادة المساني تقريبا في دقيقة 20 تقريبا او 22 من هذا الشوط الثاني. قيس الغزبان، اذا ثلاثة تغييرات، والورقة الاخيرة باش يلعبها الاطار الفني للمنتخب التونسي. ابراهيم تراوري الى ديباتي، ديباتي ترجع الكرة من توفيق العيشري، سراج الدين الشيحي، فوزي الرويسي اول كرة يلمسها بعد ما خدمها كان زيادة المساني زبير بيا، حسان الجابسي، وضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي بعد تدخل من بوري مازونغو، وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي. زبير بيا في التنفيذ، باهية ممتازة إلى قيس الغزبان، ممتازة من قيس الغزبان أيضا، وفرصة وفوز الرويسي، وتضيع الكرة ضربة مرمى، تضيع الكرة ضربة مرمى ممتازة من زبير بيا، كرات من ذهب في الحقيقة من زبير بيا، وتوزيعها ممتازة من قيس الغزبان، وترجع الكرة من الدفاع، وبالراس من سراج الدين الشيحي، وفوز الرويسي ضايع ضربة مرمى لصالح المنتخب البوركيني. الفرص عديدة والتجسيم مفقود في صفوف المنتخب التونسي في هذه المباراة. ترجع الكرة برمية التماس لفريق المنتخب البوركيني. حسن الجاب امامكم، وتشجيعات الجماهير البوركينية للمنتخب البوركيني. فسيفساء من الالوان، والحيرة بادية على وجه المدرب هوري كاسبرجاك. الى التالي سامي ترابلسي مع سيدو تراوري، توفيق العيشري مرة اولى ثم مرة ثانية براس. ترجع الكرة الى ابراهيم تراوري، الى سيدو تراوري،
يوزع وياخذها لعلي بومنيجل. سامي ترافيلسي خطير، سيدو تراوري، حسن الجابسي، رياض جلاسي، ومخالفة خطيرة، ضربة مخالفة لفايدة المنتخب التونسي، والورقة الصفراء الأولى ضد المنتخب البوركيني، ضد بوري مازونغو، ضد بوري مازونغو، فعلا ضد بوري مازونغو، وضربة المخالفة لفايدة المنتخب التونسي. تقريبا في 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، والمنتخب التونسي بسدد البحث عن هدف التعادل بعد ما تمكن المنتخب البوركيني في اواخر الشوط الاول من تحقيق الهدف عن طريق ضربة جزاء بواسطة زيكو. توفيق الهيشري، والكرة توصل الى الحارس ابراهيم ديارا. سانو او جبتي، سيدو تراوري، زبير بيا، سامي ترافيلسي يعمل تغطي على الكرة الى رياض الجلاسي. سراج الدين الشيحي، حسان القابسي، قبل ما تضيع الكرة في التماس، لكن ضاعت رمى من التماس لفريق المنتخب البوركيني. انخفض مستوى اللعب بعد البداية القوية للمنتخب التونسي بعد فترة الاستراحة. رمي التماس لفريق المنتخب التونسي، حسان الجابسي، وتدخل تالي، ثم نانا، قيس الغضبان، زبير بيا، حسان الجابسي، وديها كرة، رمي التماس لفريق المنتخب التونسي، زبير بيا، حسان الجابسي، رياض البوعزيزي، وتدخل سلو، فوزي الرويسي، سراج الدين الشيحي، وترجع الكرة باندفاع كبير من المدافع سلو او ديباتي. رياض البوعزيزي لفوزي الرويسي، والحكم ديباتي سقط على الميدان، يحتج قائد فريق المنتخب التونسي سامي ترافيلسي على الحكم الموريسي ليم كيشونغ. طبعا المنتخب البوركيني يحب يربح الوقت بما انه متفوق بعد مضي تقريبا 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني بهدف مقابل لا شيء، وهذه النتيجة ترشحه الى الدور نصف النهائي لاول مرة في تاريخه كذلك. لكن ان شاء الله المنتخب التونسي يرد الفعل فيما تبقى من الوقت في هذه المقابلة. زبير بيا، بيا من زبير بيا من جديد، قيس الغزبان يقوم بعملية تمويهية، ثم رياض الجلاسي ممتاز، وقيس الغزبان، وفرصة اخرى، زبير، وضربة ركنية، ضربة ركنية ممتازة، فرصة أخرى للمنتخب التونسي لتعديل النتيجة، ويتألق الحارس إبراهيم ديارا، فرصة أخرى تضيع للمنتخب التونسي في الدقيقة 27 من هذا الشوط الثاني. المنتخب التونسي كان جدير بالتعادل على الأقل في هذه المباراة، هذه فرصة أخرى، وتدخل الدفاع، وترجع الكرة بسرعة لفريق المنتخب البوركيني، فرص عديدة لصالح المنتخب التونسي لتعديل النتيجة. علي بومنيجل، كل الفريق البوركيني يلعب بالدفاع، ترجع الكرة لفايتو عن طريق ابراهيم تراوري، واصبح المنتخب البوركيني يعتمد على الهجمات المعاصمة، ثم تسلل زيكو، وضاعت جانبية، ضربة مرمى، وحذاري من الهفوات، حذاري من الهفوات، وفخ التسلل احيانا لا يكون ناجحا، وزيكو ضيع فرصة الهدف الثاني على المنتخب البوركيني. او شوفوا زيكو رغم ارتماعة الحارس علي بومنيجل، كاد ان يغالط الحارس علي بومنيجل، والكرة مشات ضربة مرمى لصالح المنتخب التونسي.
فرصه اخرى كذلك واضحه للمنتخب البوركيني ايضا اللي اتيحت له هذه الفرصه من زيكو، سحب هدف التفوق الى حد الان سجله بضربه جزاء في اواخر الشوط الاول. المدرب فيليب تروسيي اللي هذه فرصه اللي ضاعت على المنتخب التونسي، زبير بهي وتسديده ايضا في الزاويه اليمنى للحارس ابراهيم ديارا، ترجع كرة رياض البوعزيزي، قيس الغزبان، زبير بيا، فوزي الرويسي، حسن القاسي. منتخب التونسي قاعد يخلق في الفرص السارحة للتسجيل، وهذه فرصة أخرى وضيع الفرصة في هذه المرة من زبير بيا، ضيع الفرصة من زبير بيا وفرصة أخرى سارحة للتسجيل. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني عن طريق أوسمان سانو، تبقى الكرة لفريق المنتخب البوركيني ورياض البوعزيزي في التماس، رمي التماس لفريق المنتخب البوركيني، فرصة أخرى دي على المنتخب التونسي، فوزي الرويسي مرة أولى ثم زبير بيا هذه الإعادة بتاع الفرصة الأولى، وهذه فرصة أخرى لفريق المنتخب البوركيني وضربة مرمى لصالح المنتخب التونسي. الوقت اصبح يمر بسرعه، ما زال تقريبا ربع ساعه لعب. كيف ستكون ردود فعل المنتخب التونسي في هذا الوقت القصير؟ ترجع الكره لفريق المنتخب البوركيني اللي قاعد يعتمد على الهجمات المعاكسه عن طريق سيدو تراوري وزيكو، بينما اصبح في صفوفه خمسه مدافعين. هذه فرصه اخرى فوزي الرويسي، فوزي الرويسي فرصه وحسان القاسي ممتازه لكن على خط السته امتار، فرصه اخرى في على المنتخب التونسي، فرصه اخرى فوزي الرويسي يتقدم داخل مناطق الجزاء، يبعد على سانو، يرفع كورة وحسان القاسي بارتماء راسية عالية ضربة مرمى لصالح المنتخب البوركيني. المنتخب التونسي جدير بتحقيق هدف التعادل على الأقل، فرص عديدة رغم أن المنتخب البوركيني أهدر فرصة الهدف الثاني منذ لحظات عن طريق زيكو كذلك. رياض جلاس إلى حسان القاسي، حسان القاسي، زبير بيا حكم مخلي الأسبقية عند قيس الغزبان على اليمين، قيس الغزبان في هذه المرة ضيع ضربة مرمى لصالح المنتخب البوركيني. ترجع الكرة توفيق الهيشري، سامي ترابلسي وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي. زبير بيا في اتجاه رياض الجلاسي، سراج الدين الشاحي، لكن ترجع الكرة من تالي، سراج الدين حسن القاسي، قيس الغزبان الى زبير بيا، ما تمش تسلل وانطلاقه من حسان القاسي وضربه ركنيه لفريق المنتخب التونسي، فرصه اخرى، فرصه اخرى تضيع على المنتخب التونسي وزبير بيا في تنفيذ ضربه ركنيه. زبير بيا لكن تتقص الكره على القائم الاول، قيس الغزبان، ترجع الكرة من ابراهيم تراوري وتضيع في التماس لفريق المنتخب البوركيني. 77 دقيقة لعب في هذا اللقاء بين المنتخبين التونسي والبوركيني، والنتيجة لفريق المنتخب البوركيني البلد المنظم بهدف مقابل لا شيء، هدف سجل زيكو في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بضربة جزاء. توفيق الهيش، قيس الغزبان، رياض البوعزيزي، رياض الجلاسي،
فوزي الرويسي. تضيع الكرة ترجع إلى رياض البازيزي سراج الدين الشيحي. هناك تفوق عددي في صفوف المنتخب التونسي لحسان الجابسي. حسان الجابسي وضربة ركنية من تلي. ضربة ركنية من تلي. وزبير بيا أو سراج الدين الشيحي في هذه المرة في التنفيذ. سراج الدين الشيحي. نفذ فرصة وسنو يحط الكرة في التماس. حط الكرة في التماس أمام سامي الترابلسي. زبير بيا لفوزي الرويسي. زبير بيا. زبير بيا وانطلاقة لفريق المنتخب التونسي. حسن الجابسي ياخذها الحارس ابراهيم ماديارا. ممتاز هذا الحارس ابراهيم ماديارا. توفيق الهيشري يرجع كرة خالد بدر. والله المنتخب التونسي كان جديرا بهدف التعادل على الاقل. فوزي الرويسي. وضيعة من فوزي الرويسي. ضيعة ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني. وتغيير في تشكيلة المنتخب البوركيني. اللاعب عثمان سانو اللي خدا مكان روميو كامبو باش يخرج ويخلي مكانه الى المدافع عثمان كوليبالي. الى المدافع عثمان كوليبالي. بل تقريبا 10 دقائق من نهاية هذه المباراة والنتيجة لفريق المنتخب البوركيني. اذا عثمان سانو اللي خدا مكان روميو كامبو خرج خدا مكانه مدافع وهو عثمان كوليبالي. ونية فيليب تروسي واضحة يحب يحافظ على هذه النتيجة. ترجع الكرة لفريق المنتخب التونسي. قيس الغزبان. قيس الغزبان رياض الجلاسي الى فوزي الرويسي. رياض البوعزيزي تتقص الكرة. خالد بدر. منتخب التونسي في بعض الاحيان يقع في فخ التوزيعات الطويلة، لكن عندما يلعب الكرة قصيرة وارضية يحدث الخطر على دفاع المنتخب البوركيني. حسان الجابسي. حسان الجابسي. فوزي الرويسي وتدخل ثم حسان الجابسي من جديد وسراج الدين الشيحي وفرصة وضربة ركنية ولعن الله الكرة. معذرة للسادة المشاهدين، الكرة أصبحت عدو تونس في هذه المباراة. تمشي الكرة سراج الدين الشيحي وتتقص الكرة. رياض البوعزيزي حكم يخلي اللعب. وهجوم معاكس 3 ضد 3. 3 لاعبين بوركينيين و3 لاعبين تونسيين. ومعذرة مرة أخرى إلا عنده الكرة في هذه المباراة. ألف معذرة. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني. قيس الغزبان. رياض البوعزيزي وضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي. زبير بيا. سامي الترابلسي. زبير بيا. سامي الترابلسي. زبير بيا. داهية من زبير بيا. يمد الى رياض الجلاسي لكن تدخل من تالي. وضيع الكره في التماس لفريق المنتخب التونسي. الوقت يمر بسرعه. سراج الدين الشيحي الى قيس الغزبان. تغيير كلي من اليسار الى اليمين. حسن الجابسي وضربه ركنيه لصالح المنتخب التونسي. تقريبا 7 ركنيات او 6 ركنيات في هذه المقابلة. تتنفذ ضربة الركنية وياخذ الحارس ضربة ثانية.
الحكم يخلي اللاعب فرصه فيها على المنتخب التونسي في الدقيقه 86، فرصه اخرى سراج الدين الشاحي ينفذ ضربه ركنيه وتمشي الكره داخل منطقه الجزاء. خالد بدر براس مره اولى ضايع الحارس، وتوفيق ليجري مره اولى والحارس يتالق. ابراهيم ديارا ياخذ الكره امام حسن الجبسي، تضيع فرصه هدف التعادل مره اخرى على المنتخب التونسي. ما زالوا تقريبا خمس دقائق لعب. ماذا سيفعل المنتخب التونسي فيما تبقى من هذا الوقت القصير؟ توزيع وضيع ضربة مرمى، ضيع ضربة مرمى، تسديدة بالرأس من بوريما زونغو، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. هاي إعادة من خالد بدر مرة أولى، توفيق ليجري مرة ثانية يضيع الحارس ويتدارك أمام حسن القاسي. ولا ادري ماذا يشير الحكم، يمكن شونغا الحكم الرابع سعيد بالقولة يشير على ملتقي الكرة باش يرجعها بسرعة. علي بومنيجل، حسان الجبسي امامه اليد، ترجع الكرة الى حسان الجبسي، حكم يخلي اللعب. والمنتخب البوركيني اصبح يعتمد، هاي اعادة من جديد لضربة الجزاء لضربة الركنية، توفيق العيشري ويتدخل الحارس امام حسن الجسي فوز الرويسي، وانطلاقة هجوم لفريق المنتخب التونسي ومن جديد تضيع الكرة. قيس غزبان الى حسن الجسي، قيس الغزبان وتتقص الكرة من ابراهيم تراوري، تمشي لتوفيق العيشري لكن في التماس. هاو امامكم التوقيت الصحيح، 85 دقيقة لعب في هذه المباراة، والنتيجة لفريق المنتخب البوركيني بهدف مقابل لا شيء. الهدف تسجل في اواخر الشوط الاول بضربة جزاء عن طريق زيكو. ترجع الكرة بسرعة لفريق المنتخب البوركيني، ابراهيم تراوري، تمر الكرة الى سيدو تراوري الى زيكو، دائما وابدا ينتظر الكرات داخل مناطق المنتخب التونسي. مع قيس الغزبان في زاوية الركنية، والحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. خالد بدر، حسن الجرسي طويلة في اتجاه رياض الجلاسي، ورمي التماس لفريق المنتخب التونسي بعد تدخل من اليدي. سراج الدين الشاحي لقيس الغزبان، ينفذ وترجع الكرة سامي ترابلسي، ومرة أخرى ثم رياض البعزيزي بالرأس سامي ترابلسي، وتدخل من الدفاع تالي. ترجع الكرة إلى إبراهيم تراوري، سيدو تراوري غير مكانه، كان جناح أيمن أصبح في وسط الميدان، ويمر سيدو تراوري مع خالد بدر، سراج الدين الشاحي، قيس الغزبان، خالد بدر، سراج الدين الشاحي، زبير بيا، حسن الجبسي، وتتقص الكرة. ترجع إلى خالد بدر في التماس. سراج الدين الشاحي، كل اللاعبين البوركينيين عادوا إلى الدفاع باستثناء زيكو وأحيانا سيدو تراوري. زبير بيا يوزع في اتجاه حسن الجبسي، ترجع الكرة قيس الغزبان، حسن الجبسي، ثم تدخل مننا قيس الغزبان من جديد، وترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني. خالد بدر من جديد وتتقص الكرة،
ترجع في مناطق المنتخب التونسي. سيدو تراوري مازال مصاب قريب الخط التماس، هو الصورة امامكم، والكرة لم تتوقف والحكم خلى اللعب. ترجع الكرة الى حسان الجرسي، لابد من التوغل داخل مناطق الجزاء، وتفقص الكرة من الدفاع. سامي ترابلسي فوزي الرويسي خالد بدرة الوقت اوشك على النهاية. ترجع الكرة مننا في التماس لفريق المنتخب التونسي. فوزي الرويسي يعمل مراوغة يقدم، لكن خفيفة في دين الحارس ابراهيم ديارا. خفيفة. توفيق الهيشري. زبير بيا. حسان الجابسي يطلب الكورة، رياض الجلاسي وحسان الجابسي هدف التعادل. الكرة انصفت تونس، واحسنت يا حسان، احسنت يا حسان. هدف التعادل في اللحظات الاخيرة من المباراة، انصفت الكرة تونس، واذا لعنتها في البداية واعتذرت فهي استجابت طبعا لارادة لاعبي المنتخب التونسي في اللحظات الاخيرة من المباراة. شوفوا زبير بيا، طمنا شوية، طمنا ولا شوية زبير بيا ورياض الجلاسي وحسان الجرسي. ذكرني بالهدف الثالث في شباك الطوق ولا بالضبط. حسان الجرسي باك الساق اليمنى الذهبية في شباك الحارس ابراهيم. خلي بالك يا ابراهيم، هذه تونس مش غينيا ولا الجزائر ولا الكاميرون، والله تونس كانت جديرة بهدف التعادل. والمعذرة ان تحمست، معذرة ان تحمست وسط 40,000 متفرج. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركين في هذه اللحظات الاخيرة من المباراة. حسان الجاسي ويستحق، واحسن من ملاحظة حسان جدا. ترجع الكرة لفريق ابراهيم تراوري. ابراهيم تراوري، قيس الغزبان، قيس الغزبان، حسان الجرسي، زبير بيا. يلا يا زبير، ممكن ان يجي الهدف الثاني، وتخرج الكرة رمية التماس لفريق المنتخب التونسي. طبعا اذا انتهت المقابلة على نتيجة التعادل يتم اللجوء الى حصتين اضافيتين، كل حصة ب 15 دقيقة، واذا بقي التعادل يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية. وترتفع معنويات المعلقين كذلك. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني الى طلي من جديد في دفاع المنتخب البوركيني. من كان ينتظر هذا الهدف؟ هذا الهدف الذي لعب وراءه المنتخب التونسي طويلا ولم يحصل الا في اللحظات الاخيرة. سامي ترابلس، سامي ترابلسي، واكيد قبل انطلاق الحصتين الاضافيتين هناك حديث من الاطار الفني. حسان الجرسي، حسان الجرسي، ومحاولة وعالية، ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركين. ابتسم فتونس متعادلة يا حسان، ولابد من تحية مجددة الى السادة المشاهدين على القناة 7 وقناة الشباب قناة 21. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني في هذه اللحظات الاخيرة من المباراة. قيس الغزبان امام مازيكو، وتخرج الكرة رمية التماس. يقول الحكم لفريق المنتخب البوركيني
تقريبا 3 و4 دقائق لعب. طبعا الوقت الصحيح عند الحكم لين كيشون. زميل احمد الفرتاني يقول لي اضاف 4 دقائق الى حد الان. ترجع الكره لفريق المنتخب التونسي برميه التماس خالد بدره. خالد بدره الى سراج الدين الشيحي. سراج الدين الشيحي طويله في اتجاه رياض الجلاسي. ذكر ان المدرب هوري كاسبرداك قام بثلاثه تغييرات في تشكيله المنتخب التونسي. زبير بي اخذ مكان البشير الصعباني بعد فتره الاستراحه. ثم رياض الجلاسي اخذ مكان المهدي بن سليمان في الدقيقه 16 من الشوط الثاني. وزياده المساري ترك مكان الفوز الرويسي بعد الدقيقه 22 من هذا الشوط الثاني. وهذه محاوله من رياض الجلاسي لكن خفيفه في دين الحارس ابراهيم ديرا. السكون يخيم على مدارج ملعب 4 أوت بعد هدف التعادل للمنتخب التونسي. ترجع الكره لفريق المنتخب التونسي. رياض الجلاسي تحول من اليسار الى اليمين. رياض الجلاسي من جديد يحاول وعالية بقليل ضربه مرمى لفريق المنتخب البوركيني. ضربه مرمى لفريق المنتخب البوركيني. رياض الجلاسي كذلك اعطى حيويه للهجوم وزبير بيا الى وسط الميدان. والاطار الفني حب يلعب ورقة الهجوم في هذه المباراة. ولا ان اخفق المنتخب التونسي في مناسبة عديدة في تجسيم كل الفرص السانحة للتسجيل فتمكن في نهاية المطاف من تعديل النتيجة عن طريق حسن الجاسي بعد هدف زيكو في اواخر الشوط الاول بضربة جزاء. اذا هدف مقابل هدف بين تونس وبوركينا فاسو. وسنمضي ونمر الى الحصة الاضافيتين. واذا بقي التعادل يتم اللجوء الى الركلة الترجيحية. المنجي النصري يحييكم من ملعب 4 أوت بواغادوغو ونلتقي بعد لحظات. المقابلة انتهت في وقتها القانوني بالتعادل هدف مقابل هدف. المبادرة بالتسجيل كانت لصالح المنتخب البوركيني في اواخر الشوط الاول بضربة جزاء نفذها زيكو بنجاح. وثم تمكن حسن الجابسي في اللحظات الاخيرة من هذه المقابلة من تعديل النتيجة لفريق المنتخب التونسي. وسيتم اللجوء الى الحصتين الاضافيتين. واذا بقيت النتيجة على حالها التعادل هدف مقابل هدف فسيتم اللجوء الى الركلة الترجيحية لتعيين المترشح الثاني للدور نصف النهائي لكاس افريقيا بعد ما تعرفنا البارح في بوبو ديولاسو على المترشح الاول وهو منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية اللي فاز على الكاميرون بهدف مقابل لا شيء. سجلوا اللاعب المحترف بسيرك البروج البلجيكي توندولوا في الدقيقة 31 من الشوط الاول من المقابلة. امامكم مجموعة من اللاعبين من المنتخب البوركيني والمنصة الشرفية في ملعب 4 أوت بواغادوغو. من كان يتصور وينتظر ان يتوصل المنتخب التونسي الى تعديل النتيجة في اللحظات الاخيرة من هذه المباراة. لكن ارادة اللاعبين كانت كبيرة والكورة لم تنصف المنتخب التونسي على امتداد 90 دقيقة ولكنها انصفته في اللحظة الاخيرة. وفرحة في صفوف العدد القليل من انصار المنتخب التونسي هكذا رفرف علم تونس ويرفرف في سماء ملعب 4 أوت بواغادوغو. اذا اجواء كبيرة يعيشها ملعب 4 أوت. المنتخب التونسي الذي كان تأهل بامتياز الى الدور ربع النهائي من المجموعة الثانية في المرتبة الاولى بعد انتصارين وهزيمة كانت عسرة في المباراة الاولى امام غانا بهدفين مقابل لا شيء. ثم حقق الانتصار على الكونغو بهدفين مقابل واحد. وفي المباراة الثالثة والأهم أمام التوغو فاز ب3 أهداف مقابل واحد. أما المنتخب البوركيني فانهزم في المباراة الأولى كذلك أمام الكاميرون في المجموعة الأولى بهدف مقابل لا شيء. ثم فاز في المقابلة الثانية على الجزائر بهدفين مقابل واحد. وانتصر في المباراة الثالثة أمام غينيا بهدف مقابل لا شيء. وتحصل المنتخب البوركيني على المرتبة الثانية في المجموعة الأولى بينما المنتخب التونسي تحصل على المرتبة الأولى
والحكم الموريسي لينكي شونغ باش يعطي ضربة البداية لهذه الحصة الإضافية الأولى، وإن شاء الله المنتخب التونسي يحالفه النجاح في هذه الحصة الإضافية الأولى وفي الحصة الإضافية الثانية كذلك، ويكسب ورقة الترشح إلى الدور نصف النهائي إن شاء الله. ودوت صفارة الحكم لينكي شونغ إذانا بضربة البداية لهذه الحصة الإضافية الأولى، والمنتخب البوركيني على يمينكم في الشاشة. ترجع الكرة في اتجاه عثمان كوليبالي، وتدخل من حسان الجاسي سحب هدف التعادل. ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب البوركيني وحسان الجاسي. ممتاز رياض الجلاسي، رياض الجلاسي حاب يمد كرة إلى فوزي الرويسي لكن تتقص من تلي سراج الدين الشيح. قيس الغزبان، ارتفعت معنويات لاعبي المنتخب التونسي بعد هدف التعادل. توزيعه وترجع الكرة زبير بايا وما تمش تسنن فوزي الرويسي. فوزي الرويسي بقى عنده الكرة، يرجع الكرة إلى رياض البوعزيزي وتسديدة قوية عالية، ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني. فرصة أخرى تتاح للمنتخب التونسي. تمهيد من فوزي الرويسي إلى رياض البوعزيزي، وتمشي الكرة ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني. تشكيلة المنتخب التونسي سجلت خلال بعد فترة الاستراحة بالضبط، سجلت انضمام ثلاثة لاعبين. أمامكم اللاعب اليدي يغادر الميدان بعد أن تعرض إلى إصابة. قام المدرب أوريك أسبرزاك بثلاثة تحويلات. زبير بيخ في مكان البشير السحباني بعد فترة الاستراحة، والمدرب أوريك أسبرزاك حب يلعب ورقة وسط الميدان والهجوم. ثم في الدقيقة 16 من الشوط الثاني رياض الجلاسي في مكان المهدي بن سليمان، و22 دقيقة لعب في نفس الشوط الثاني فوزي الرويسي أخذ مكان زيادة المثاني. وثلاثة تحويلات كذلك في تشكيلة المنتخب البوركيني قام بها المدرب فيليبو تروسيوي. خرج روميو كامبو واخذ مكانه عثمان سانو، ثم خرج عثمان سانو واخذ مكانه عثمان كوليبالي، وأيضا خرج عمر برو وأخذ مكانه ماجاو أولي ديابتي. ضربة ركنية لفريق المنتخب التونسي. زغير بيا ورياض الجلاسي بالرأس، ثم رياض البوعزيزي وبعيدة ضربة مرمى. ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني. حط الكرة في مكان ضربة المرمى. إبراهيم مهدي يرى مؤسسة الإذاعة والتلفزة بكل إذاعاتها وقنواتها نقلت لكم كل أجواء تحضيرات المنتخب الوطني ومشاركته في هذه الدورة 21 لكأس إفريقيا للأمم 98. ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب البوركيني في هذه الحصة الإضافية الأولى، تقريبا ثلاث دقائق والنتيجة التعادل هدف مقابل هدف بين تونس وبوركينا فاسو. ترجع الكرة إلى تالي إلى سانو أمام فوزي الرويسي، وتوفيق الرئيسي والحكم يعطي ضربة مخالفة. سل المنتخب التونسي ما ارتكبش بعض العفوات اللي ارتكبها خلال الشوط الأول وفي بعض الفترات من الشوط الثاني كذلك. حط الكرة في مكان ضربة المخالفة، وابراهيم تراوري توفيق الهشري يرجع كوره. زبير بيا، زبير بيا حسن الجابسي يطلب الكوره في كل مكان في الوسط والدفاع وعلى اليمين وعلى الشمال، وضربه مخالفه لفريق المنتخب البوركيني. ذكركم وانه توفيق الهشري اذا المنتخب الوطني يمر الى الدور نصف النهائي لن يشارك بسبب الورقه الصفراء الثانيه، كان تحصل على انذار، تحصل هو حاجة سلبية لكن كان انذره الحكم في المباراة الاولى امام غانا، واليوم الانذار الثاني. ترجع الكرة سامي ترابلسي، تمشي لابراهيم الدراوري، ثم حسن الجاسي، قيس الغزبان تحول من وسط الميدان الى خط الظهير ايمن في هذا الشوط الثاني بعد خروج البشير السحباني ودخول زبير بيه.
حسان الجبسي وتتقص الكرة من تالي حسان الجبسي، فوزي الرويسي، رياض الجلاسي، زبير بيا امام عثمان كوليبالي، وتمشي الكرة الى السلو. سامي الترابلسي مع سيدو تراوري، رياض البعزيزي، توفيق الهيشري، خالد بدرة، قيس الغضبان. وامامكم التوقيت، تقريبا 4 دقائق لعب في هذه الحصة الإضافية الأولى، والنتيجة دائما التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين التونسي والبوركيني في هذا الدور ربع النهائي الثاني. وهذا المساء هناك مقابلة الكوت ديفوار ومصر بالملعب البلدي بواغادوغو انطلاقا من الساعة 9 بتوقيت تونس، ويكتمل النصاب غدا بلقاء المغرب وافريقيا الجنوبية انطلاقا من الساعة 5 بتوقيت تونس بالملعب البلدي بواغادوغو كذلك. ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني، ترجع الكرة لفريق ابراهيم تراوري، سانو او عثمان كوليبالي الى سانو، ديكاتي امام رياض البوعزيزي، تمشي الكرة الى عثمان كوليبالي، وجانبية ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. هي خرجت ضربة مرمى لكن المساعد اشار الى ضربة مرمى والحكم اشار بمواصلة اللعب. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني، هيك خرجت شفتوها لم اخطأ. ترجع الكرة قيس الغضبان، رياض البوعزيزي، سراج الدين الشيحي، خالد بدرة. ان شاء الله المنتخب التونسي يجسم السيطرة متاعه في هذين الحصتين الاضافيتين ويترشح الى الدور نصف النهائي، لكن مع ذلك المنتخب الوطني تدرب على ضربات الجزاء والركلات الترجيحية تحسبا لما قد يطرأ في هذه المباراة امام المنتخب البوركيني. وضربة ركنية لفريق المنتخب التونسي، سراج الدين الشيحي، سراج الدين الشيحي، مقوسة تمر من المدارج المكشوفة إلى المدارج المغطاة، حسان الجبسي، وضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني. بدأ الإرهاق واضحا على لاعبي المنتخب البوركيني أكثر من لاعبي المنتخب التونسي. إبراهيم ديارا، الى حد الان 75 هدف في هذه الدورة 21، 72 في الدورة الاول، وثلاثة اهداف الى حد الان في مقابلتي الدور ربع النهائي، هدف للكونغو، هدف لتونس، وهدف لبوركينا فاسو. ترجع الكرة حاليا لفريق المنتخب البوركيني، ابراهيم تراوري الى نانا، الى عثمان كوليبالي، والتماس لفريق تونس. هاي اعادة بالضربة المقصية من رياض الجلاسي، واقول لك هندس يا كاسبرزاك فيما تبقى من الوقت. وهناك قيس الغزبان تعرض الى اصابة على خط التماس، ان شاء الله سليمة وخفيفة. توفيق الهيشري، خالد بدرة، سامي ترابلسي، واصبح التخوف ظاهرا على المنتخب البوركيني. رياض الجلاسي، فوزي الرويسي الى سامي ترابلسي، تتقص من ابراهيم تراوري، ثم ترجع لفوزي الرويسي، يحاولوا تسديده قويه لكن جانبيه ضربه مرمى، تسديده قويه لكنها جانبيه ضربه مرمى. هاي اعاده بعيده ضربه مرمى لفريق المنتخب البوركيني. يرجع قيس الغزبان حتى وان لم يظهر في الصورة. ابراهيم ديارا، سنة تقريبا الى 9 دقائق لعب في هذه الحصة الاضافية الاولى،
والنتيجة بقت تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين التونسي والبوركيني. المبادرة بالتسجيل كانت لفريق المنتخب البوركيني في أواخر الشوط الأول بضربة جزاء نجح في تحويلها زيكو إلى هدف. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة تمكن حسان الجاسي من تسجيل هدف التعادل. عثمان كوليبالي نانا تبع فيه سراج الدين الشيحي وحسان علي بومنيجل امام زيكو وهناك تسلل. حذاري من التسلل لانه زيكو وكانه على نفس الخط. حذاري على كل اللاعبون لا يستمعون ولكن لابد من الحذر. 10 دقائق لعب ما تمش تسلل زاد لفريق المنتخب البوركيني. لعب يعني دفاع الخط على طول تقدم الى دائره منتصف الميدان تقريبا. وعشر دقائق لعب اذا والتعادل هدف مقابل هدف. ترجع الكره بامام التماس من سانو سامي الترابيسي رياض البوعزيزي الى رياض الجلاسي. هناك مخالفة لكن الحكم يخلي اللعب. هناك مخالفة من ديابتي تمر الكرة الى ابراهيم ديارا. توفيق ليشتي مع زيكو رياض البوعزيزي امام قيس الغصبان وديع كرة في التماسي في المنتخب التونسي. قيس الغزبان في تنفيذ رمية التماس لحسان الجابسي. منتخب البوركيني كان يلعب بثلاثة مدافعين ويلعب دفاع الخط 3-5-2 لكن في هذه الحصة الإضافية وكذلك بعد هدف التعادل أصبح يعتمد على 5 مدافعين وأحيانا 4 مدافعين 4-4-2 والمنتخب التونسي 4-4-2 واحيانا 4-3-3 لانه حسن الجابسي ينضم الى رياض الجلاسي وفوزي رويز. ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني. خالد بدر زيكو يستعمل يديه والحكم ما ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني ويستعمل ايديه مرة اخرى يستعمل المنكب بتاعه زيكو رغم ان توفيق ليجري كان يلعب معه في فريق الترجي بين الفريم من باب الطرافة فقط. ترجع الكرة الى زبير بيا بيا الفوزي الرويسي والحارس ديارا ابراهيم ديارا يخرج امام فوزي الرويسي وسيدو تراوري. رياض البوعزيزي حط الكرة في التماس وضربة مخالفة يعطي الحكم. الحكم يأتي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي واحتجاج من المدرب هوري كاسبرجاك. إذا استعمل زيكو منكبيه ويديه وسيدو تراوري استعمل يديه كذلك مع رياض البوعزيزي فكيف لا يغضب المدرب هوري كاسبرجاك. علي بومنيجل في تنفيذ ضربة المخالفة. ترجع الكرة في مناطق المنتخب البوركيني. رياض الجلاسي ديباتي زبير بيا وضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. ليست هناك مآخذ كثيرة على الحكم الموريسي ليم كيشون بكل صراحة باستثناء بعض والتحكيم اجتهاد يعني. زبير بيا في تنفيذ ضربة المخالفة تمشي لحسان الجابسي لكن فيها رمية التماس لفريق المنتخب البوركيني. طبعا المنتخب التونسي
سجل غياب باريتشوشان بعد الإصابة اللي تعرض لها أمام توجو في الدقيقة 33. كذلك طارق ثابت اللي كان تعرض في نفس المقابلة في الدقيقة 16 إلى إصابة. دون أن ننسى غياب بعض اللاعبين الآخرين كعادل السليمي الذي اعتذر عن المشاركة في هذه النهائيات، وكذلك اسكندر السويح لأسباب صحية في آخر لحظة. برجع الكرة، الحصة الإضافية الأولى أوشكت على النهاية والتعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين التونسي والبوركيني. سيدو تراوري لا للمجال وعلي بومنيجل، علي بومنيجل أبقوا معنا لأننا سنمر مباشرة إلى الحصة الإضافية الثانية. ترجع الكرة لفريق المنتخب البوركيني لكن تتقص من زبير بيا لصالح المنتخب التونسي. وفي هذه الآونة بالضبط أعلن الحكم ليم كي شونغ عن انتهاء هذه الحصة الإضافية الأولى بالتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. بوركينا فاسو في أواخر الشوط الأول بضرب الجزاء عن طريق زيكو، وتونس في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق حسن الجابسي. ويتحول المنتخب التونسي على يمينكم على الشاشة في هذه الحصة الإضافية الثانية. وتوصيات الإطار الفني، كل اللاعبين التونسيين يتوجهون إلى الإطار الفني إلى المدرب هوري كاسبرجاك ومساعد علي السلمي. وأصبحت المقابلة تدور تحت الأضواء الكاشفة في ملعب أربعة أوت بواغادوغو الذي يتسع حوالي 40,000 متفرج. فيليب تروسي المدرب الفرنسي للمنتخب البوركيني الذي قاد لأول مرة إلى دور ربع النهائي في تاريخه، وهو يحلم بالعبور إلى دور نصف النهائي. والإطار الفني للمنتخب ملاطفة بين اللاعبين التونسيين رياض البازيزي وزبير بير، وللمعنويات دور كبير في مثل هذه المقابلات. فوز الرويسي، سراج الدين الشيحي، هناك تعاون وانسجام وتبادل مراكز بين لاعبي المنتخب التونسي لأنه سراج الدين الشيحي أصبح ظهير أيسر. سامي ترابسي يبعد عليه سيدو تراوري مع خالد بدرة، وتخرج الكرة ضربة ركنية لفيت المنتخب البوركيني. هل رياض جلاسي عودته الأوجاع على مستوى الذهب لأنه بقي يتألم داخل مناطق المنتخب البوركيني؟ لكن يقوم لباس وضربة ركنية لفيت المنتخب البوركيني في بداية هذه الحصة الإضافية الثانية. إبراهيم تراوري في تنفيذ ضربة الركنية. نفذ والحكم يشير على حسن الجابسي وكذلك نانا. وباش تم إعادة تنفيذ ضربة الركنية لفريق المنتخب البوركيني عن طريق إبراهيم تراوري. ترجع الكرة والحكم يعتبر بمخالفة لفريق المنتخب التونسي. الحكم زونغو دخل مع سامي ترابلسي والحكم اعتذر بمخالفة لفريق المنتخب التونسي. ان شاء الله تكون سليمة وخفيفة اصابة سامي ترابلسي قائد المنتخب التونسي. باش تنفذ ضربة المخالفة لفريق المنتخب التونسي.
شلت كل إصابة خفيفة، لأن المنتخب التونسي اشتكى كثيرا من الإصابات خاصة في صفوف المدافعين طارق ثابت وفريد شوشان وحاليا سامي الترابلسي. ترجع الكرة حسن الجاسي، فوزي الرويسي، رياض الجلاسي، وتدخل دفاع المنتخب البوركيني، إبراهيم تراوري، دياباتي، سراج الدين الشيحي، قيس الغزبان، زبير بيا الى رياض الجلاسي ما تمش تسلل وتمشي الكره للحارس ابراهيم ديارا. تقريبا اربع دقائق ونصف في هذا في هذه الحصه الاضافيه الثانيه، والنتيجه بقي التعادل بين المنتخبين التونسي والبوركيني هدف مقابل هدف. رياض الجلاسي تتفك له الكره، ترجع من عثمان كوليبالي، عثمان كوليبالي ترجع الكره من الاول ومره ثانيه، وخالد بدرة، سراج الدين الشيحي، رياض الجلاسي تتفك الكره من تلوي وترجع الكره لفريق المنتخب البوركيني، والحكم يعتذر بمخالفه لفريق تلوي والمنتخب البوركيني، ولو انه اللاعبين البوركينيين دائما يستعملون الايادي. مدرب فيليب تروسي ذهب ليغتسل تبركا في باماكو بالذات، تحول الى مالي قبل يومين من هذه المقابله. ترجع كره لفريق المنتخب التونسي، رياض الجلاسي وتتقص الكرة، ترجع إلى نانا، سامي الترابلسي، جعلباس، ثم سامي الترابلسي، حسن الجاسي، ثم سامي الترابلسي ينزل إلى الهجوم، زبير بيا إلى فوزي الرويسي، والحارس إبراهيم ديارا أمامه. ممتازة توزيعات زبير بيا. توفيق الهيشري تبع فيزيكو على امتداد تقريبا 120 دقيقة من اللعب اقل. بطبيعة الحال ما زالت هذه الحصة الاضافية الثانية، يعني تقريبا 107 دقائق. ترجع كرة لفريق المنتخب البوركيني، وضيع ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي من سيدو تراوري، هذا المهاجم الخطير وشكل خطورة كبيرة على دفاع المنتخب التونسي، طارة على اليمين وطورا على الشمال. هاي إعادة محاولة الأخيرة لفريق المنتخب التونسي، توزيعة زبير بيا أمام فوزي الرويسي وتدخل الحارس إبراهيم ديارا. علي بومنيجل تالي، برجع رياض بوعزيزي، زيكو، ثم رياض الجلاسي، لكن ياخذ ابراهيم تراوري، وتوفيق الهيشري امام سيدو تراوري، حط الكره في التماس، وإصابة أخرى في صفوف المنتخب التونسي، رياض الجلاسي أو قيس الغزبان، قيس الغزبان فعلا. والخوف، كل الخوف من الإصابات في صفوف المنتخب التونسي. باش يغادر الميدان قيس الغزبان، صلى الإصابة خفيفة ويعود إلى تشكيلة المنتخب التونسي.
تسعة دقائق لعب تقريبا في هذه الحصة الإضافية الثانية، والنتيجة بقي التعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين التونسي والبوركيني. سيدو تراوري ومحاصرة من رياض البوعزيزي، والحكم يخلي اللعب، وتدخل من سراج الدين الشيحي خطيرة مرة أولى ومرة ثانية، وترجع الكرة من الدفاع. خطير سيدو تراوري، ترجع الكرة، توفيق اليشري بالرأس مرة أولى ثم مرة ثانية، وزبير بيه والحكم بيعطي ضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي لصالح توفيق اليشري. مازال قيس الغزبان يتلقى في الاسعافات، وهذا مدافع اخر يسقط من المنتخب التونسي توفيق اليشري. هناك اندفاع بدني كبير من لاعبي المنتخب البوركيني، واستعمال المناكب والايدي بكثره في هذه المباراه، هذه حقيقه. وبطبيعه الحال منتخب بلد منظم حب يكسب هذه المباراه بكل الطرق حتى وان كانت غير شرعيه. إعادة للقطة الأخيرة، وضربة مخالفة لفريق المنتخب التونسي. خالد بدرة وزوز مدافعين من المنتخب التونسي خارج الميدان على خط التماس، خالد توفيق اليشري وقيس الغزبان. قام توفيق اليشري لباس، لكن قيس الغزبان ما زال يتلقى في الإسعافات، يبدو ان الاصابة اثرت عليه شوية. ده يرجع توفيق اليشري، خالد بدرة، رياض البوعزيزي، لا مجال للتفكير في ابعاد الكرات، وخطيرة التسديدة مننا في 10 دقائق لعب من هذه الحصة الاضافية الثانية. رياض البوعزيزي حب يسدد، وننا ياخذ الكرة لكنها جانبية، ضربة مرمى لفريق المنتخب البوركيني، هاي الاعادة من زاوية اخرى، وتمشي الجانبية على يمين الحارس علي بومنيجل اللي باش يرجع الكرة بضربة مرمى، ورجع قيس الغزبان لاباس. رياض الجلاصي، حسن القابسي، وثم دفاع مكثف من المنتخب البوركيني. امامكم التوقيت، 10 دقائق لعب في هذه الحصة الاضافية الثانية، والتعادل هدف مقابل هدف. وسيدو تراوري تعرض الى اصابة بعد هذا التدخل من سامي ترابلسي، ما مسوش سامي ترابلسي. وسيدو تراوري مش غادر الميدان لتلقى الاسعافات. توفيق اليشري في تنظيم دفاع المنتخب التونسي، ترجع الكرة عن طريق عثمان كوليبالي، وفوزي الويسي يرجع الى الدفاع. زبير بيا، رياض الجلاسي، والهجوم لفريق المنتخب التونسي، يخرج فوزي الويسي على اليمين، مد رياض الجلاسي الكرة، حاول يراوغ، وضربة ركنية. منتخب التونسي يحدث في خطر كلما تقدم اللاعبون بالكرة عن طريق المراوغات، بينما التوزيعات الطويلة لم تجدي نفعا في دفاع المنتخب البوركيني. عنده لاعبين طوال كما طالي، كذلك سانو، سيدو سيدو تراوري، ولكن ليا دي، هذه فرصة أخرى لفريق المنتخب التونسي، وديع ما خرجتش الكرة، ياخذها خالد بدرة، وديع على خالد بدرة تمشي في التماس. مازالوا تقريبا 4 دقائق لعب، وتنتهي هذه الحصة الإضافية الثانية. رياض البوعزيزي، زبير باير، باهي الى فوزي الرويسي، يتدخل الدفاع، وحسان القابسي
يراود الكرة ويمد كرة لقيس الغضبان وتسديدة عالية غربت مرمى لفريق المنتخب البوركيني. شفتوا الكرات القصيرة بين لاعبي المنتخب التونسي زبير بيا، رياض الجلاسي، حسن الجابسي، فوز الرويسي، قيس الغضبان. ديما المنتخب التونسي يحدث بها الخطر. ترجع الكرة خالد بدرة يعمل تغطية على الكرة، ضربة مرمى لفريق المنتخب التونسي. علي بومنيج فيه رجع الكرة. رياض البازيزي، زبير بيا، سامي الترابلسي، حسن الجاسي الى رياض الجلاسي، وانطلاقة هجوم لفريق المنتخب التونسي. زبير بيا تراغل، فرصة دي على المنتخب التونسي، يسقط الحارس ابراهيم ديارا وضاعت فرصة على المنتخب التونسي. شوفوا رياض الجلاسي يتوغل، يبعد الداد يا باتيس سالو ويمد كرة الى زبير بيا بامتياز، يبعد على التالي وكاد ان يغالط الحارس ابراهيم ديارا وضيع فرصة الهدف الثاني وهدف الترشح على المنتخب التونسي في اواخر هذه الحصة الاضافية الثانية. فرصة هدف واضحة للمنتخب التونسي في اواخر هذه الحصة الاضافية الثانية. وزبير بيا تألق في هذه المقابلة. ترجع كرة بضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني. هاو زبير بيا إعادة من وراء الشبكة كادت تمر بين ساقيه إلا أنه سقط عليها بمؤخرته وتمكن من إنقاذ المنتخب البوركيني من هدف الانتصار والترشح لتونس. ضربة مخالفة لفريق المنتخب البوركيني. ترجع الكرة توفيق الهيشري دائما وابدا وراء زيكو رياض الجلاسي. ترجع الكرة. اذا احصينا الفرص السانحة للتسجيل نجدها اكثر لفريق المنتخب التونسي. قيس الغزبان والوقت انتهى تقريبا في هذه الحصة الاضافية الثانية. امامكم التوقيت وسيلتجأ الفريقان الى الركلة الترجيحية لتعيين المترشح الثاني الى الدور نصف النهائي بعد ان تعرفنا على المترشح الاول وهو المنتخب الكونغولي اللي فاز على الكاميرون بهدف مقابل لا شيء في بوبوديو لاسو. والمنتخب التونسي ان شاء الله اذا يترشح الى الدور نصف النهائي باش يتحول الى بوبوديو لاسو اللي طلع تقريبا 400 كيلومتر عن العاصمة وجدوا فوزي رويس. نتابع هذه اللحظات الأخيرة. قيس الغزبان إلى حسن الجاف، فوزي الرويس، فوزي الرويس يضيع عليه الكرة، ترجع لفريق المنتخب البوركيني. إبراهيم تراوري، رياض البازيزي، حسن الجافسي، ثم إبراهيم تراوري. إبراهيم تراوري إلى ديباتي، ديباتي يوزع وتم قيس الغضبان وسيدو تراوري. علي بومنيجل، علي بومنيجل يتدخل بنجاح امام عثمان كوليبالي. عثمان كوليبالي شوفوا خد الكرة مع قيس الغضبان وعلي بومنيجل يرتمي على الكرة امام عثمان كوليبالي ورمية تماس لفريق المنتخب البوركيني. ان شاء الله المنتخب التونسي باذن الله اذا مر الى الدور نصف النهائي سيتقابل مع الفائز في لقاء هذا المساء بالملعب البلدي بواغادوغو بين الكوت ديفوار صاحب المرتبة الاولى في المجموعة الثالثة ومصر صاحبة المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة. سراج الدين الشيح، رياض البوعزيز، فوزي الرويسي، قيس الغزبان الى رياض البوعزيز الى زبير بيا، قيس الغزبان، توزيع حسن الجاسي، فوزي الرويسي، فوزي الرويسي وانطلاقة هجوم لفريق المنتخب التونسي. زبير بيا
الى الوراء قيس الغزبان في اتجاه زبير غير، ويتدخل دفاع المنتخب البوركيني. ترجع الى رياض البوعزيزي بالراس، وفي هذه الاونة بالضبط يعلن الحكم الموريسي ليم كيشو عن انتهاء الحصتين الاضافيتين على نتيجة التعادل، وكانت في الوقت القانوني من مقابلة المنتخبين التونسي والبوركيني هدف مقابل هدف. نذكر بالهدفين في اواخر الشوط الاول، تمكن كاسومو دراغول معروف باسم زيكو من افتتاح النتيجة في هذه المقابلة، وسجل هدف المنتخب البوركيني بضربة جزاء. وفي اواخر المقابلة تمكن حسان الجاسي بالساق اليمنى من تحقيق الهدف الثمين للمنتخب التونسي، وهو هدف التعادل، وسيتم اللجوء الى الركلات الترجيحية في هذه المقابلة. طبعا بشتد التوصيات او اعادة للمحاولة الاخيرة لفيض المنتخب البوركيني، وتألق الحارس علي بومنيجل امام عثمان كوليبالي. وكل مدرب فوزي رويسي امامكم، هل سيتولى تنفيذ الركلات الترجيحية ضمن القائمة اللي باش يحددها المدرب هوري كاسبر جاك ومساعده علي السلمي؟ وهكذا الاف الجماهير في ملعب 4 أوت بواغادوغو، حوالي 40,000 متفرج في مساندة المنتخب البوركيني، وعشراتهم فقط في تشجيع المنتخب التونسي. المنتخب التونسي تمكن من تحقيق هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعد أن كانت ورقة الترشح في طريقها إلى المنتخب البوركيني لأول مرة في تاريخه، ولو أنه ترشح لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي كذلك. وهذه هي المقابلة الرسمية الأولى بين المنتخبين التونسي والبوركيني. كما قلت مقابلة أولى كانت التعادل في واغادوغو، هدفين مقابل هدفين، عادل السليمي والهادي برخيصة أعطى الأولوية والأسبقية للمنتخب التونسي في تلك المباراة، ثم تمكن المنتخب البوركيني من تعديل النتيجة بعد ذلك. والمقابلة مقابلة أخرى دارت يوم 29 نوفمبر 1995 بملعب الشادي زويتن، وانتصر فيها المنتخب التونسي ب3 أهداف مقابل لا شيء كلها في الشوط الثاني، عن طريق عادل السليمي في الدقيقة 51، بالحسن العلوي في الدقيقة 56، والمهدي بن سليمان في الدقيقة 70. حبيت فقط نذكر بهذين النتيجتين، لأنه هذه هي المقابلة الثالثة بين المنتخبين، ولكن المقابلة الرسمية الأولى. وإعادة لبعض المحاولات في صفوف لصالح ضربة الجزاء اللي تحصل عليها المنتخب البوركيني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وزيكو حولها إلى هدف لفائدة المنتخب البوركيني. وسنشاهد هدف التعادل كذلك اللي سجله حسان الجاسي في اللحظات الأخيرة من المباراة، ومجموعة من لاعبي المنتخب الوطني أمامكم، رياض البوعزيزي وتوفيق اليشري، وورقة الترشح في أقدامهم، وتونس في انتظارهم. وإن شاء الله تنام تونس على الفرح بإذن الله. هاو زبير غير ورياض جلاسي وحسن الكارسي في شباك الحارس إبراهيم ديارا، وهدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، وفرحة كبيرة من حسن الكارسي، وكذلك في صفوف كل التونسيين الموجودين هنا في واغادوغو. وتوفيق الهيشري حديث مع رياض جلاسي، إذا تورم خدك إن شاء الله تكون ورقة الترشح من نصيب تونس، أو إذا تورمت وجنتك اليسرى. سعيد بالقول الحكم الرابع في هذه المقابلة، رياض الجلاسي في المحاولة الأخيرة أيضا للزبير باي، اللي كان بإمكانه باش ينهي الحصة الإضافية بهذا الهدف، لكن ارتماءات وسقوط الحارس إبراهيم ديارة على الكرة، رغم أنها كادت وفعل كذا تعرفوا ماذا يفيد، لكن كادت تمر بين ساقيها. وشوفوا الكرة كيفاش مرت بمتر تقريبا، لكن اللمسة خلت الكرة ما تمرش إلى الشباك وتجتاز الخط النهائي. وسنتابع
الركلات الترجيحية في هذه المقابلة. علي بوميجل ياخذ مكانه. هذه محاولة الأخيرة في أواخر المباراة عن طريق عثمان كوليبالي. إن شاء الله علي بومنيجي يتصدى لضربة جزاء أو أكثر. من سيتولى التنفيذ هو سيدو تراوري، أخطر مهاجم في تشكيلة المنتخب البوركيني، وسيدو تراوري هو الذي سيتولى، هو اللي باش يتولى التنفيذ. يتقدم ويسجل. ناجحة ضربة الجزاء من سيدو تراوري، ويصفق له المدرب الفرنسي فيليب تروتي. شاع لبومنيجل في الاتجاه الصحيح، لكن الكرة كانت قوية وعالية تحت العارضة بقليل. ثم فوزي الرويسي هو الذي سينفذ الأول. فوزي الرويسي سيتولى تنفيذ ركلة الجزاء الأولى لفريق المنتخب التونسي. طبعا مسؤولية كبيرة، هذا من المسوع على وجه المدرب هوريكا فرجاك. ويتقدم فوزي الرويسي ويسجل كالسهم في شباك الحارس إبراهيم تراوري. ناجحة من فوزي الرويسي، وركلة، أقول ركلة جزاء بركلة جزاء. نجح سيدو تراوري من جانب المنتخب البوركيني، وفوز الرويسي من جانب المنتخب التونسي. ذهب ابراهيم تراوري على اليمين، وكرة فوز الرويسي على اليسار. وحاليا ركلة الجزاء الثانية لفيت المنتخب البوركيني عن طريق سنو، رقم ثلاثة سنو هو اللي باش يتولى التنفيذ. وعلي بونيجي مشالها، لكن ينجح سنو في تنفيذ ركلة الجزاء الثانية. وخالد بدر هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة ركلة الجزاء الثانية لفريق المنتخب التونسي. علي بومنيجل مشى في الاتجاه الصحيح مرة أخرى وكاد يلمس الكرة لو لرتما يعني ببعض اللحظات أو ببعض الثواني، لكن الكرة قوية بطبيعة الحال على بعد 9 أمتار تقريبا. بطبيعة الحال كانت قوية. وخالد بدر في تنفيذ ضربة ركلة الجزاء أو الركلة الترجيحية الثانية لفريق المنتخب التونسي. حارس إبراهيم تراوري ياخذ مكانه، وخالد بدر يستعد يقدم ويسجل. ذهب على اليسار، وكرة بدر على اليمين، والركلة الناجحة الثانية 2-2. فوز الرويسي وخالد بدرة بنجاح من جانب المنتخب التونسي، وسيدو تراوري وسنو من جانب المنتخب البوركيني. وحاليا ننا رقم 11. اذا ابرز سين ننا في تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. يقدم ويسجل، يقدم ويسجل. 3-2، لكن هناك ركلة جزاء من رياض البوعزيزي حاليا لفيت المنتخب التونسي. البوعزيزي نجح سنو، ورياض البوعزيزي في تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة لفيت المنتخب التونسي. رياض البوعزيزي يتقدم ويسجل، يسجل رياض البوعزيزي 3-3. نذكركم فوز الرويسي، خالد بدر ورياض البوعزيزي. شوفوا خالد بدر رياض البوعزيزي، وضربة ركلة الجزاء او الركلة الترجيحية الثالثة بنجاح. ومن جانب المنتخب البوركيني سيدو تراوري وسنو وننا. وحاليا
ركلة ال اذا اللاعب بلعي يصد الحارس علي بومنيج لاتي وعلي بومنيج يتصدى علي بومنيج الركلة الترجيحية الرابعة لفايدة المنتخب البوركيني. وحاليا سراج الدين الشيحي في قدمه الكرة الرابعة في سلسلة الركلات الترجيحية. شوفوا خال علي بومنيج تصدى لكرة المدافع لتي وسراج الدين الشيحي. سراج الدين الشيحي في تنفيذ الركلة الرابعة يقدم ويضيع سراج الدين الشيحي على العارضة. يضيع على العارضة رغم ان الحارس ايضا مشى في اتجاه اخر. كرة قوية تصطدم بالعارضة والتعادل 3-3 فوز الرويسي خالد بدر رياض البوعزيزي من جانب المنتخب التونسي. وسراج الدين الشيحي هدر ضربة الجزاء على العارضة من جانب المنتخب البوركيني سيدو تراوري سانو وانانا وضيع لاتي الركلة الرابعة. وزيكو حاليا في تنفيذ الركلة الترجيحية الخامسة والأخيرة في السلسلة الأولى. زيكو أو كاسومو دراوغو ينفذ ويسجل ورياض الجلاسي في تنفيذ الركلة الخامسة في السلسلة الأولى لفريق المنتخب التونسي. إعادة لزيكو تجربة نتاعو أكبر لاعب سن في تشكيلة المنتخب البوركيني. ورياض الجلاسي في تنفيذ الركلة الخامسة للمنتخب التونسي. رياض الجلاسي يستعد يقدم ويسجل رياض الجلاسي والتعادل 4-4. نذكركم على التوالي فوز الرويسي خالد بدرة ورياض البوعزيزي ورياض الجلاسي سجلوا بنجاح. واخطأ في الضربة الرابعة سراج الدين الشيحي من جانب المنتخب البوركيني نذكركم سيدو تراوري وكذلك فيرمين سانو وابلا سينانا وزيكو سجلوا بنجاح. وضربة الجزاء الترجيحية الرابعة اضاعها لاتي اذا تقريبا في نفس ال وطبعا السلسلة الثانية اللي يسجل او يخفق هو اللي يخرج واللي بس يسجل هو زونغو بوريما زونغو هو اللي باش يتولى تنفيذ الاولى في السلسلة الثانية. يتصدى علي بومنيجل للركلة الاولى في السلسلة الثانية. زونغو وعلي بومنيجل ساقه اليمنى كالمنجل قطعت كرة زونغو. وزبير بيه تمنى شوية يا زبير بيه. زبير بيه في تنفيذ الركلة الاولى في السلسلة الثانية للمنتخب التونسي. ان شاء الله تكون في الشباك ويكون الترشح وتكون الفرحة في تونس. 4-4 لكن زونغو ضيع ضربة جزاء ركلة ترجيحية. زبير بيه يتقدم ويضيع. زبير بيه يتصدى الحارس الزبير بيه صدى الحارس الزبير بيه والتعادل 4-4 دائما. ساقية كذلك الحارس ابراهيم تراوري او ديارة عفوا وابراهيم تراوري ابراهيم تراوري ف
في الركلة الترجيحية الثانية في هذه السلسلة الثانية. يقدم ويسجل. كان بامكان زبير بيا باش ينهي هذه المقابلة ويهدي تونس ورقة الترشح الى الدور نصف النهائي. من سيتولى التنفيذ من جانب المنتخب التونسي؟ الركلة الترجيحية الثانية في السلسلة الثانية. حسن القاسي يقوم. حسان القدسي هو الذي سيتولى التنفيذ. طبعا الركلة الترجيحية اللي اضاحها زبير بي اثرت على نفوس لاعبي المنتخب التونسي. وحسن القدسي هو الذي سيتولى تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية في هذه السلسلة الثانية. حسن القاسي يستعد يقدم ويسجل. يسجل حسن القاسي. يسجل حسن القاسي بنجاح. والتعادل 5-5. فوز الرويسي وخالد بدرة ورياض البوعزيزي ورياض الجلاسي وحسن القاسي سجلوا بنجاح. زيدو تراوري، سانو، نانا، وزيكو وابراهيم تراوري سجلوا بنجاح مقابل اخفاق لاتي وزونغو من بوركينا فاسو وسراج الدين الشيحي وزبير بيا من جانب المنتخب التونسي. وديباتي هو الذي سيتولى التنفيذ. يقدم ويسجل. قدم ويسجل. اذا 6-5. لكن تونس تنقصها ركلة ترجيحية باش ينفذها حسن قيس الغزبان. الغزبان هو اللي باش يتولى التنفيذ. الركلة الترجيحية الثالثة في السلسلة الثانية. ابراهيم ديرا ياخذ مكانه يقدم حسن قيس الغزبان ويسجل. قيس الغزبان ويسجل. يسجل قيس الغزبان. حارس على اليمين والكرة على اليسار. اذا 6-6. امامكم 6-6. والركلة الترجيحية الرابعة في هذه السلسلة الثانية. عن طريق اليد ويسجل علي بونيجل. مشاف الاتجاه الايجابي لكن الكرة متاعه في الشباك. و7-6 في انتظار ان يتساوى المنتخبان في الركلات الترجيحية. وتوفيق ليش. توفيق ليشري. يستعد للتنفيذ. يقدم ويسجل توفيق ليش. والتعادل 7-7. 7-7.
التعادل 7-7 وعثمان كوليبالي. عثمان كوليبالي في تنفيذ الركلة الترجيحية لفايدة المنتخب البوركيني 7-7. تشويق كبير، غموض كبير. عثمان كوليبالي يقدم ويسجل 8-7 والمنتخب التونسي تنقصه ركلة ترجيحية باش ينفذها سامي الترابلسي. سامي الترابلسي قائد المنتخب التونسي في تنفيذ الركلة الترجيحية لصالح الفريق الوطني. يقدم ويضيعها سامي الترابلسي، يضيعها سامي الترابلسي، ويترشح المنتخب البوركيني لأول مرة في تاريخه بالركلة الترجيحية إلى دور نصف النهائي 8-7 ويترشح المنتخب البوركيني إلى الدور نصف النهائي وينسحب المنتخب التونسي من هذا الدور ربع النهائي. سيداتي وسادتي طابت أوقاتكم ولكم أجمل من لحية الموج النصري وإلى اللقاء.